نبدا الار اتش. كنا وصلنا لغايه حاجه اسمها هيدروكس. بس هراجع حته كده بتاعت حصه امبارح عشان افهم الانفستيجيشن. فكركم كانت المشكله الواحد على اتش ايه؟ نيجاتيف تتجاوز واحد على اتش، بوزيتيف وتحمل في بيبي على اتش بوزيتيف. هي الصفحه الأولى 30 درجة عمودي على التحت. هراجع بس الحتة دي عشان أفهم بقية الموضوع. احنا قلنا أول حاجة بيحصل إكسبوجر تو أنتيجين بطريقتين، يا إما دم من البيبي يروح للأم اسمه فيتو ماترنال هيمرش، أو إن يحصل بلاد ترانسفيوجن بار اتش إيه؟ بوزيتيف. حاجه من الاثنين، يا اما تنقلها ار اتش بوزيتيف بلاد، لا اما البيبي نزف في الام. بعد كده هتكون ضد اتفقنا ايه؟ انتي بودي. في الاول البرايمري ريسبونس انهي نوع؟ اي جي ام. سكند ريسبونس وبعد كده اي جي جي. احنا قلنا ام من اسمه ماكرو كبير ما بيعديش، يبقى كده كان نوت كروس بلاسنتا. الاي جي جي كروس بلاسنتا يبتدي يعمل فيتال افكشن، والفيتال افكشن كان ثلاث حاجات: انيميا كانت انترا اند، اكسترا يوتراين، جوندس كان نيونيتال يعني اكسترا، واكسترا ميدلري هيماتو ايه تويسز عملت هيباتو سبلينو ميجالي. تعالى بقى نشوف بقى حصة النهارده يعني ايه هيدروكس. سالت الدكتور نبيل عبد الحكيم في اخر السنه في صوره اصلا في كتاب الاسم، هتشوفها بيبي كده مورم، تلاقي اديمه تحت دراعته، اديمه تحت الجلد، اديمه في بطنه، يلاقي اسايتس، بيبي مليان اديمه بيسموه هيدروبس فيتاليس. سؤال في الامتحان، ليه ما قلتش فيتال اديمه؟ ليه قلت هيدروبس فيتاليس؟ نكتب الديفينيشن: accumulation of fluid in more than one cavity. لما يجي يقول لك كلمة هيدروكس دي تسمعها في أي حتة في المنهج، تعرف إن الفلويد محطوط في أكتر من حتة، يعني في بطنه اسمها إيه؟ أسايتس، تحت الجلد، سبكوتينس أو مكانين أهو، أقول عليها هيدروكس. يبقى طالما الإيديمة في أكتر من مكان أسميها كلها على بعضها، accumulation of fluid in more than one cavity. طيب، تعال نشوف أسبابه. نوع اسمه إيميون اللي إحنا خدناه، ونوع اسمه نون إيميون. الميون اللي هو الار اتش والاي بي او ايزو ايميونيزيشن، يبقى هما الاميون دول. طب انا عايز افهم ليه الار اتش يعمل اسايتس؟ ليه الار اتش يعمل سبكتينيوس اديما؟ فكرك البيبي عنده ايه قلت؟ انيميا، دي ممكن تعمل له انيميك هارت فيلير. وانتوا عارفين الانيميك هارت فيلير بتعمل ايه؟ كونجيشن. فالكونجيشن ده يروح عامل سبكتينيوس اديما، يعني سبكتينيوس اديما. يبقى دي اول واحده. تاني حاجة، كان في حاجة اسمها هيباتو ايه؟ سبينوميجالي. عارفين الليفر اتدمر، وانس اتدمر بيعمل بورتال هايبر تنشن ويبتدي يرشح مية في بطنه اسمها ايه؟ اسايتس. يبقى تاني سبب هيباتو سيلولار دامج، من كتر ما هو شغال بيصنع فابتدى يعمل بورتال هايبر تنشن، فمدى بطن البيبي مية اللي هي ايه؟ اسايتس. يبقى انا دلوقتي عندي الاميون، وده سؤال في الامتحان، ازاي ار اتش يعمل هيدروكس؟ يعني لازم في مكانين، تحت الجلد انيميك هارت فيلير، في البطن ايه؟ بورتال هايبرتنشن. طيب نيجي للنون اميون، مش مكتوب في الكتب. والدكتور نبيل عبد الحكيم يقول لك ايه النون اميون هيدروكس ده؟ فيروس موجود دلوقتي اسمه بارفو فيروس 19، اسمه كده بي اي ار في او، اسمه ايه؟ بارفو فيروس 19. او اي فيلير، قال بقى ليفر فيلير، رينال فيلير، حاجه مالهاش علاقه بالانتيجن انتي بوديز. يبقى انا عندي اما يجي لي في الامتحان السؤال ده، وحتى اذا جالي سلايد ممكن يقول لي ايه الاسباب؟ اهي قدامك الار اتش، ليه؟ اي بي او، لا اما بارفو فيروس ده الجديد دلوقتي، ده فيروس بيعمل ايديما وهيدروبس بس مش اميون. اخر حاجه اي فيلير في البيبي مش ناتج عن انتيجن انتي ايه؟ بودي فورميشن.
ده كتب عليه سلايد وشافه بس، يعني عمر ما حكينا في التحليل اسمه هاي دروبس. تعالى بقى نشوف السؤال الوحيد اللي بيجي تحليل investigation of RH، هو ده اللي بيجي. يبقى السؤال الوحيد اللي جه تحليل قبل كده how to investigate RH، همشي على السكيمة دي. قلنا أول حاجة بتتعرض ليه؟ أنتيجين تتكون ضده أنتي بودي يحصل فيه تل، يبقى الانفستيجيشن رقم واحد تو سكرين، عايز أشوف أنتي بوديز يبقى تو كونفيرم، حصل فيتال افكشن يبقى تو ديتكت فيتال افكشن. يبقى انت بيجي لك تحليل السؤال ده هما ثلاث عناوين. ازاي اعمل سكريننج؟ واحده جات لي في العياده الاول وهله اول مره اشوفها، بطلب منها تحليل ار اتش. امتى اقلق اما تطلع ايه؟ ار اتش نيجاتيف فيميل. طيب كان حق اعمل حاجه بقى عشان اطمن، طالما هي طلعت نيجاتيف عايز اشوف جوزها. اذا طلع ايه قلق؟ ار اتش بوزيتيف ميل. هل في مصر بنعمل الزوج؟ لا. هتشوفوا كل قرايبكم كده اي دكتور يروحوا له يقول له اعمل لي اعمل لي تلس. طلع اثنين تاخد الحقن، طلع بوزيتيف ما تاخدش حقن. طب ليه جوزها ما بنعملوش؟ اولا جوزها الخوف ان احنا نوديه المعمل ويغلط المعمل، ودي مشكله عندنا هنا في مصر، ويطلع يقول لك نيجاتيف ما اديش الحقن ممكن يحصل سنسيتايزيشن. فانا بعمل دايما الام ودي وخلاص. يعني ايه المشكله؟ يعني 350 جنيه ولا حاجه في كل ولاده. يعني قصدي اقول ار اتش نيجاتيف، الصح ان لازم اعمل لجوزها عشان يطلع ايه؟ اخاف بوزيتيف، اللي هو دي كابيتال دي او دي كابيتال سمول هخاف برضه. احنا خايفين 50% او 100%. يبقى انا عندي الار اتش نيجاتيف فيميل طلع بوزيتيف يبقى ريسك موجود. اعمل تيست اسمه ايه؟ خدتوه زمان في البكتيريا اسمه الكومبس تيست. ايه الكومبس ده؟ في نوعين، اندايركت كومبس تيست وفي واحد اسمه دايركت. طبعا انا مش عليا التفاصيل بس عليا فكرته. كلمه كومبس ده بيشوف الانتي بوديز فين بقى؟ اذا شافها في دم الام اسمه اندايركت، اذا شافها في دم البيبي دايركت. انا هنا هشوفها في دم مين؟ الام. بيسموها ايه؟ اندايركت كومبس، يعني هي عندها انتي بوديز بس هل راحت للبيبي؟ الله اعلم. يبقى انا بعمل كونفرميشن في دم الام عين الدم، اعمل تيست اسمه ايه؟ اندايركت. هيديني بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نفترض طلع نيجاتيف، وده موجود في المعامل في مصر كلها، اسمه اندايركت كومبس بطلب. انا الاقي واحده نيجاتيف وجوزها ايه؟ بوزيتيف. هروح طالبه طلع نيجاتيف، اعيده عند 28 اسبوع. حد يعرف ليش معنى في الوقت ده؟ ايه؟ 28 اسبوع ممكن يحصل حاجه اسمها اكسيدنتال وممكن يعمل سنسيتايزيشن تاني. فانا عشان كده بقول لك نيجاتيف، اعيده عند كام اسبوع؟ لا، عشان احتمال البلاسينتا سيباريشن في الوقت ده. اما انظر طلع بوزيتيف يديني تتر. يعني ايه تتر؟ الليفل بتاع الانتي بودي طلع فوق كام ديتكت فيتال افكشن؟ 1/16 اور مور. يبقى لما يجي لك تقرير كده في المعمل يقول لك الانتي بودي تتر 1/16 او اكتر، تعرف البيبي ده قد ايه؟ ات ريسك. نشوف بقى فيتال افكشن. انا قبل ما امسح انا هشوفها هي ايه اقلق. قلت نيجاتيف هو بوزيتيف، اعمل يعني ايه اندايركت؟ عشان في الامتحان هيسالك قول له اديتكت الانتي بوديز في مين؟ في الام. اما انا ان شاء الله ما اشوف في تلفكشن اديتكت الانتي بوديز في مين؟ في الفيتس. تعالى بقى نشوف ده هاو تو ديتكت فيتال افكشن ديورينج بريجنسي افتر ليبر. اللي تبعي مين؟ انا كدكتور نساء اديتكت هنا ولا بعد الولاده؟ بعد الولاده ده دكتور اطفال. راح الدكتور نبيل عبد الحكيم وكاله رئيس اقسام راح جايب سؤال ايه؟ investigation of neonate for RH. حاجه مش تبعك خالص الحته دي. بس ان احنا بنعمل ايه بقى؟ بندي في حد كان عايز ورق؟ في الوقت ده انا بخاف من البلاسينتا سيباريشن، ده اكتر وقت ممكن يعمل سنسيتايزيشن في تمام الحمل، ويبقى اسمه سكندري. وهنا كمان وهنا كمان كده اتنين كده ثلاثة during pregnancy و after labor. السؤال اللي جه في الامتحان، انا كدكتور لسه لازم اخدم دكتور الاطفال بعد ما البيبي بيتولد. كنا قلنا بنحط الامبلايكا الكلام على مسافه قد ايه؟ حد فاكر؟ 5 سم. لا، احط على مسافه 20 30 سم. ليه؟ عشان اسيب له الكورد يلعب بيه.
عايز يغير له دمه عن طريق مين؟ الكورد. باظت حته يرميها. اذا انا كان بيني وبين دكتور الاطفال حاجه اروح اعمل له حته، لانه صعب يركب الكانيول والبيبي لسه مولود. اروح سايب له الكورد ده يلعب فيه براحته بقى، ياخد عينه ايه؟ بلاد. يعني هياخد بعد الولاده كورد بلاد ايه؟ سامبل. عشان كده في الار اتش بالذات لازم اسيب الكورد طويل بعد الولاده، اخدم دكتور الاطفال. هياخد عينه الدم يشوف فيها ايه بقى؟ هيموجلوبين وهيماتوكريت. حاجة تانية هشوف اي بي او فصيلة دم، الار اتش، بيلي روبين، اخر حاجة كومبس دايركت ولا ان دايركت. الدم دايركت كومبس تاست، يعني بيديتكت الانتي بوديز فين؟ في دم البيبي. يبقى انا دلوقتي عندي بعد الولادة هم دول. خد سؤال تحريري، هو كان غلس الدكتور ده اصلا وبيكتب اسئله طويله قوي بسرعه، يعني بيقول لك ديسكاس كونتراسبشن. وتلاقي السؤال اللي بعديه بعد الولاده تفتكر اعمل ايه الانفستيجيشن دلوقتي؟ مش تبعي اللي هي هيموجلوبين هيماتوكريت اي بي او ار اتش بيليروبين دايركت كومبس ايه تست. نيجي اسئله الحمل، هعمل واحد امنيوسنتيسيس، اثنين كوردو سنتيسيس، ثلاثة الترا ساوند. نخلص من اخر واحدة. يعني انا هعمل الترا اشوف البيبي قاعد زي البوزي هنا. حد شاف تمثال جوزي بيبقى شكله عامل ازاي؟ تلاقي وشه بسم الله كده ابيض وعامل كده، تلاقي عندي دقنه صغنونه كده خلاص، كان يعني بتاع زياد زمان اللي هي الصغيره دي خلاص. وايه بقى؟ كان يعني بيقعد القعده دي كان ما يقدرش يعمل فليكشن كده، كان قاعد كده تخين. او ده الوضع اللي بشوفه البيبي في السونار، اسمه ايه؟ بودا اتيتيود. يعني ايه بودا بقى؟ وايه سببها؟ بودا اتيتيود. بودا يعني ايه؟ بوزي. يقول لك الامر بيقعدوا ازاي كده ليه؟ البيبي ده ليه بشوفه زي البوزيين؟ اولا عنده اديمه حوالين السكالب، فبلاقي خط ابيض كده مدور. تحت الكوتينيوس في اديمه، فمش قادر يعمل ايه؟ فلكشن. في بطنه اسايتس، فتلاقي بطنه عايز الكرش بتاعهم ده. يعني قصده ايه؟ شكل البوزين بالظبط. يعني ده معناه ان البيبي عنده هايدروبس. حتى ايدي ولا ايدي؟ يبقى بلغ القيمه، يبقى ده عباره عن يساوي هايدروبس فيتاليس، وده ليت. يعني هي الشطاره بتكتشف بودر ده، انا وانس شفته خلاص هنزل بيه ده ميت. يبقى انا عندي الالترا ساوند بيعمل ليت دايجنوز اسمه بودا اتيتيود، وده معناه هايدروبس. نيجي بقى للامنيوسنتيسيس. امنيوسنتيسيس بعد 20 اسبوع عشان الفكت فيتال افكشن، ده قبل 20 اسبوع. نخلص من الكورد. السؤال ده سالته قبل كده. نفترض دي مشيمه وده كورد وده بيبي. عشان اخد عينه دم من الكورد بابره، اخد للبيبي من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ الحمد لله ناحيه البلاسنتا. هنا زي هنا زي هنا، بس انا عايز حته ايه؟ فيكسد ثابته عشان ما اقعدش اجري ورا البيبي. يعني الكوردو سنتيسيس دي هاخد عينه ناحيه البلاسنتا. ليه؟ عشان فيكسد. هديتكت ايه بقى؟ اهو الحاجات دي تكتبهم هم. ما هو ده بعد الولاده، هو قبل. يعني اشوف الهيموجلوبين، اشوف الهيماتوكريت، اشوف كل دول. نيجي بقى للامنيو. امنيو سنتيسيس مش مشروحه في كتاب الاسم، مكتوب جمله انا هشرحها عشان تفهمها. احنا بنجيب انبوبه اختبار اهو، والانبوبه ديت عامله زي انبوبه فاميه كده، يعني ما تدخلش اي ضوء. ادي انبوبه كده واحط فيها امنيوتيك ايه؟ فلويد. وعدت فيها ضوء هتاخده الاطفال. هو البيبي بعد الولاده لما يجي له جونز ليه بينيمون بضوء كده؟ على اساس انه يكسر البيلوبين بتاعه. يقول لك الضوء ده لازم ليه ويف لينس معينه، مش زي الضوء بتاعنا. بس في ناس جايبين نيوم في البيت ونايموا البيبي تحتيه، ولا ليه اي قيمه. لازم يكون الويف لينس بتاعته 450 نانو متر. ده الويف لينس بتاع الضوء اللي انا هعديه، لان البليروم بيمتص الضوء ده. الانبوبه اهي قدامك، هتعدي ضوء عند ويف لينس كام؟ 450، وتطلعه من الناحيه الثانيه. اذا كان كميه البليروبين كتير هتعرف الفرق بين الداخل والخارج هيبقى عالي ولا واطي. يعني عديت ضوء بليروبين كتير هل هيطلع حاجه؟ خالص هيمتصه. طب اذا انا دخلت لقيت اللي داخل زي اللي خارج، يبقى البليروبين اخباره ايه؟ وكل ما يزيد البليروبين ده معناه ايه؟ معناه ان البيبي دمه بيتكسر اكتر. يعني انا بعرف الفيتال افكشن عن طريق الانيوسنتيز ازاي بقى؟
كل ما الاقي بيليروبين في الامنيوتيك فلويد كل ما اعرف ان الديجري بتاع الهيموليسيس ايه اكتر. تاني بجيب انبوب احط فيه امنيوتيك فلويد اعدي ضوء الويف لينس كام 450 نانومتر واستقبل من الناحيه الثانيه. اللي عايز اعرف اسمها تشينج في الاوبتيكال دنسيتي، يعني الفرق بين الداخل والايه والخارج. هروح منقص واشوف والله لقيت اللي داخل زي اللي خارج يبقى مفيش بيليروبين. طب اذا لقيت اللي خارج اقل يبقى البيليروبين اكبر ايه؟ طب ما لقيتش خالص ضوء خارج، ده البيليروبين عادي قوي. قلت كل ما يزيد البيليروبين في الامنيوتيك فلويد كل ما تزيد تريمر. مكتوب بقى جمله بس في كتاب لينس بيقول لك ايه؟ بيديتكت اماونت اوف بيليروبين ان امنيوتيك فلويد ذات ريفلكت ديجري اوف فيتال ار بي سي سي هيمولايسيس. يبقى الجملة دي اللي مكتوبة في كتاب اسم بس مش مشروح ده خالص. يبقى عندنا لما يجي يسألك انت ليه بتعمل امنيوسينتيز؟ عايز اشوف كمية البيليروبين اللي في الامنيوتيك فلويد ذات ريفلكت الديجري اوف فيتال ار بي سيز افكشن. فهمت؟ نيجي بقى لاخر عنوان مانجمنت. هاو ده السؤال الوحيد التحريري على فكرة اللي جه قبل كده. يعني اذا جالك تحريري هتقول له تو سكرين تو كونفيرم تو ديتكت ايه؟ فيتال افكشن. مانجمنت احنا قلنا هنعمل اندايركت كومبس تيست، يبقى انا هعمل ايه؟ هيطلع لي اقل من 1/16 يبقى كده يعتبر هل في انتي بوديز؟ الاجابه لا. طب طلع اكتر من 1/16 او يساوي يبقى اكتف مانجمنت. هنا هعمل بريفنشن هاو تو بريفنت. الاول ار اتش هي الشطاره بريفنت ولا علمها؟ لو انا سالت ايه؟ بقول لك حلها اذا كان هو دي كابت هتيجي الطلاق او ان انا اعمل لها ايه؟ حاجه اسمها بوم مارو ترانسبلانتيشن. عشان كده بقول لك لازم تمنع الاحلى بدل ما تعالج. هاو تو بريفنت اي واحده ار اتش نيجاتيف ما تاخدش ار اتش بوزيتيف ايه؟ بلاد. خد بالك من الموضوع ده. يعني العينه اللي هنقل لها دم لازم اعمل لها الاول تحليل ايه؟ الار اتش. في ناس بيقولوا كده على طول يقول لك الحقها دي شكرا. طب ما تتاكد نيجاتيف ما تديهاش ار اتش بوزيتيف. اثنين ادي حقنه بتتباع في فاكسيره اسمها انتي دي انتي بوديز. احنا قلنا الموست انتيجينيك الحصه اللي فاتت هو مين؟ الدي ده. انا بدي وده بيتحضر من انسان على فكره من السيره. فبيقول لك كان زمان الحقنه دي رخيصه جدا. دلوقتي غاليه جدا ليه؟ يعني كان زمان ما كنتش معديها 10 جنيه. قال لك كان زمان ما بيعملوش سكريننج للايدز ولا الهيباتايتس ده. حتى قالوا ان في وقت معين الناس اللي خدوا الحقنه دي يروحوا يحللوا اليومين دول فور ايدز. الايدز الانكوبيشن بيريد بتاعته بتوصل 20 سنه. يعني ممكن تكون واخدها من 20 سنه لغايه دلوقتي. عشان يقول لك ايه؟ اي واحده واخده انتي دي في الوقت ده او خدت بلاد ترانسفيوجن زمان تروح تحلل فور ايدز والنهار اسود. يعني دي كان زمان عشان كده غلي. يبقى غلت ليه؟ بيسكرين هيباتايتس دلوقتي. بيسكرين ايدز فيها عشان تبقى سيف بالنسبه للعيان. اسمها روجام. اللي عايز اعرف اسمها ار اتش او جي اي ام. اسمها ايه؟ روجام. الحقنه دي بتتباع في المركز اللي هو في فاكسيرا اللي هو بتاع اللقاح ده اللي بتاع الشعب بطل عبد العزيز. بنبعت العيان نقول له جيب لمراتك الحقنه دي. بيجيبها لي في كيس فيه تلج. ليه؟ طلع ان الحقنه دي اذا تعرضت لدرجه حراره عاليه تبوظ. بروح جايبه في تلج كده بحط له تلج حواليه يوصلوا عندنا اخده احطه في التلاجه اللي تحت الايه؟ الفريزر اللي هو الرف اللي تحت الفريزر. اول ما مراته تولد هنشوف بقى هنعمل ايه؟ يبقى الحقنه دي لازم تتحفظ بدرجه حراره ايه؟ واطيه. نيجي بقى نشوف امتى تستخدم ونشوف بقى ارائكم بعد شويه. انا هستخدم الانتي دي في وقتين. يا اما روتين يا اما اكسبشنال. نخلص من اكسبشنال. يعني ايه كلمة اكسبشنال؟ يعني مش هتدير اذا حصل مصيبة زي مس ماتشد بلاد ايه؟ ترانسفيوجن. يعني اديت دم غلط لعيالك وعايز الحقها ورحت اكتشفت بعد 100 مللي رحت موقف الايه؟ البلاد ترانسفيوجن. يقولوا كل 30 مللي بلاد. ركز بقى في السؤال ده. يعني كل 30 مللي بلاد اللي عليك تاخدها بديها امبول. والامبول ده 300 مايكروجرام اللي هو روجان ده.
يبقى تاني كل 30 مللي بلاد افترض واحده خدت 60 مللي هتاخد كام امبول؟ 200 90 مللي. ندي بقى السؤال اللي بيتسال في الامتحان 100 مللي وفكر قبل ما تجاوب. واحده خدت 100 مللي بلاد وعايز الاراء بقى اديها كام امبول؟ لا عايز يرفع ايديه يقول لي كذا رقم. انت بتقول اربعه. مفيش مكسب. مين قد ثلاثة؟ ثلاثة. تري رأي تاني؟ الايه؟ لا لا لا. احنا دلوقتي عايزين رقم. ايه؟ ثلاثة وتين. ايه بقى ثلاث اراء. في رأي رابع؟ ما تدلاش حاجة. ده بقى كده. اه والله. ده كده هو بيعرف شخصيتك في السؤال يعني ده بيقول لك ما تلاقيش حاجه تخور خلاص واحده خدت 30 من 90 من ده طبعا غلط واحده حصل لها سنترزيشن هديها كام هو الصح اربعه ها انت بقى مشكلتك يقول لك ايه 3 و3 طب وبقيتها ارميها طب ما تاخدها مالك معاها طبعا حرام يعني واحد بيقول لك 3 فعلا 3 يعني لو 10 بيقول لك هيعملوا حاجه فبعد اذنك هو الاجابه 4 ده بقى فظيع عمري ما سمعتها ما تلاقيش حاجه يبقى احنا عندنا اكسبشنال انا حدي لعيانه كام امبول اول اربعه في 10 مللي بديها امبول مين طيب تعال على الروتين الروتين يقول لك خلال 72 ساعه افتر اتش ديليفري 300 مايكرو جرام هعمل ايه بقى يقول لك العيانه دي كل لما تيجي تولد خلال 3 ايام لازم تاخد الحقنه سؤال تاني عدى اسبوع ما خدتهاش خدها لها ولا لا لا زيه ها انا ايش عرفت ممكن تعمل تاثير الله اعلم تعرف يعني انت هتستخسر فيها 300 جنيه هيحصل ايه يعني طب هيحصل ايه؟ ايه يوسلس ايه يا عم ادي لمراتك يعني 72 ساعه عدى اسبوع برضو ادي يبقى ما تنساش 72 ساعه بعد اتش ديليفري عدى 3 ايام ايه المشكله؟ اديها له برضه نسيت بس هو الصح كل ما اديها بدري كل ما تبقى ايه؟ احسن نيجي بقى خلال 72 ساعه بعد سقط بعد اكتوبيك بعد ايه؟ انيوسينتيسيس بعد اكسترنال كيفاليك فيرجن الحاجات دي كلها حد كام بقى بيقولوا ان في دوز 50 ل 100 مايكرو جرام ده مش موجود يعني في اصلا امبول كام يقول لك 50 ل 100 مايكرو جرام كفايه جدا يعوضوني على دول عشان كميه الدم اللي راحت ايه؟ قليل إيه؟ في ناس بره محترمه يقول لك ما نديهاش بس بعد الولاده لا نديها اثناء الحمل يعني عند 28 اسبوع اشمعنى؟ في الوقت ده احتمال يكون حصل فيه اكسيدنتال هناك هناك يدوها في 28 اسبوع وبعد الولاده خلال 72 ما في مصر كفايه قوي تديها ايه؟ بعد الولاده ب 72 ساعه لانه بيقولوا احتمال يبقى ليها ريسك يعني الناس بيقولوا كده بيقولوا الاحلى بعد الولاده يكون البيبي اتولد يبقى ده اللي هو بالنسبه لي الان تي دي بتبقى عليه تحليلي لانه كانت بتكتب اسم حلو ان تي دي بقى وتقول له الدوز ما بيروحش البيت بدي ان تي دي ده هو لا بدي الكبير اللي هو ما بيعديش فاسد نعم ايه؟ حظها يعني واحده سقطت وما كانتش تعرف انها سقطت دي بقى حظها دي باظت فاهم بس اذا كانت شكه بتاخد حقنه ليه مين؟ لازم وعلى فكره السنستايزيشن في الابورشن الاكتوبيك مش مخيف يعني مخيف بعد ولاده بعد دم نيجي بقى للتريتمنت اثناء الحمل اثناء الولاده بعد الولاده ناخد اول حاجه اثناء الحمل في ناس بيعملوا حاجه اسمها انترايوتراين ترانسفيوجن نفسي اشوفه حقيقي ده حاجه ناس محترمه بينقلوا له دم انترا يوتراين هو بطه مامته بنقل له انهي نوع من الدم ار اتش او نيجاتيف ليه يعني ار اتش نيجاتيف او يعني ليه ما تنقلش ايه فصيله ايه لا احنا مش عايزين انتي بودز عايزين ننقل حاجه ما فيهاش يبقى انا بنقل ار اتش نيجاتيف او بدي البيبي ار اتش نيجاتيف السؤال بقى انت لما تدي الدم ده تديه ازاي؟ بطريقتين يا اما انترا
امبلايك الفين يعني اسمه انترا فاسكولار، دي لا يمكن هتشوفها في مصر، لا اما انترا بريتونيا، دي بنعملها عندنا في قصر العين. اللي هي ايه بقى؟ بيدخلوا بابره ويروحوا خاربين بطن البيبي في بطن مامته ويحقنوا له الدم جوه بطنه، دي اسهل، ده البطن كبير، ويروحوا رامين له الدم ويابزورب من البريتون على الدم بتاعه. بس دي نتائجها ايه؟ وحشه جدا طبعا، غير لما تحقنه في الامبلايكال فين. فاكر لما كنا خدنا كات سيكشن وقلنا ان فيه ايه؟ تو امبلايكال ارتري 1 امبلايكال، انا هدخل كده واروح خارن ده واحط الدم في الفين. ده احنا قدرنا طرشه، اول ما تعمل كده بتخرم. يبقى السؤال، احلى طريقه انترا فاسكولار، اوحش طريقه انترا بريتونيه؟ في مصر يعني ما بنعملش انترا فاسكولار، بنعمل انترا وبيموت في الاخر. الار اتش ده امتى؟ دي الانترا ترانسفيوجن اذا كان البيبي حصل له سيفير افكشن قبل 34 اسبوع. عشان مش هقدر اقول لك في الوقت ده محتاج حضانه. يبقى انا امتى اغير له دم في بطن مامته؟ إذا حصل انفكشن قبل 34. طب هنا الولادة امتى اعمل ترمينيشن اوف بريجنسي؟ إذا حصل سيفير انفكشن بعد 34 اسبوع. لأن ممكن ما يحتاجش حضارة، يعني أتأكد البيبي ماتيور، ما أعرفش ليه رقم 34، ما احنا عارفين كام؟ 37، كان بيكتب اسمنا قبل 34 وهنا بعد 34. حوالي طبيعي أو بس أهم حاجة سيب كل طول 30 سنتي، بسيبه الدكتور مين؟ الأطفال، أنا بسيب 3 سنتيمتر كورد لينث. دي مهمة جدا. ممكن يغير له دم بعد الولادة. فتبوس حتة يقطعها، تبوس حتة، يبقى أنا بديله إيه؟ براحته، يغير براحته. بعد الولادة بقى بيعملوا إكستشينج ترانسفيوجن. يعني إيه؟ يدخل دم ويخرج اللي جواه. بيغير دمه بنسبة كام في المية؟ 80 ل 90% الدم كله بيتغير. ودي هتشوفوها في الاطفال لما تروحوا، بس الكلام ده قل اليومين دول. الار اتش حقيقي كل الناس بقت عارفاه، فما بقاش نشوف الحالات دي خالص صراحه. يعني حتى ديت ما بيعملوش اكستنتور، بتشوفها غير قليل جدا انه يدخل له دم ويغيره له. بار اتش ايه برضو؟ او نيجاتيف، يعني لازم اغير له دمه عشان ما يحصلش سنسيزيشن حاجه ثانيه، يبقى بعمل ار اتش او نيجاتيف. الموضوع الثاني انيميا. هتلاقيه قبل الار اتش في موضوع اسمه انيميا ويز بريجنسي. الموضوع ده دكتور جمال عبد السميع جابه ام سي كيو. ايه الكومنست ميديكال ديسوردر؟ حد يعرفها؟ بصراحه هي دي مكتوب في كتاب اسمه. امال ال 10% ده كان ايه؟ هايبر تنس. اما كومنست برضه، بس هم اهو كاتبين هنا it is the commonest medical disorder during pregnancy. بصراحه اذا جالي انيميا وهايبر تنشن هختار انيميا. حد يعرف ايه؟ في نوع في الانيميا في الحمل اسمه ايه؟ فيسيولوجيكال، وده في كل الحوامل، يبقى ده كومن صحيح بس مش ميديكال ديس اوردر. يعني هي القصه في ايه؟ هو كومن بس مش مرض. طلع ان هو الانيميا ديفينيشن ال دبليو اتش او قالوا ديفينيشن السي دي سي قال السي دي سي سنترز فور ديزيز كنترول. انتوا هتعيشوا في ده بقى. اخر مذكره في الانفكشن، كل الانفكشن الدكتور خالد رشيد مصر يحط السي دي سي ده. سالت لكم السي دي سي الجديد 2010، كان زمان 2006 في الكتاب القديم حط السي دي سي ده، عاملين ريجيمنت لازم كل الناس تمشي عليه في كل الانفكشن. اسمه سي دي سي يعني سنتر فور ديزيز. ايه علاقتهم بده؟ ما تفهمش. الدبليو اتش او قالوا امتى اقول انيميا في الحمل؟ اذا الهيموجلوبين قل عن 11 جرام بيرسنت او بير ديسيليتر تاني. يبقى امتى اقول واحده انيميك في الحمل اقل من 11؟ هو ليه 11؟ ما في حاجه اسمها فيسيولوجيكال. مش احنا قلنا ان البلازما ربنا بيزودها اكتر من الابسيس؟ فالعيانه كده كده 11 ده ببوس ايدي وش وظهر زلقتي. اما الاقل من 11 الانيميك او هيماتوكريت اقل من 0.33 اللي عايز يكتبها 33% تنفع. يبقى الهيماتوكريت اقل من، هي نفس المعنى، اقل من 0.33 او 33% during all through pregnancy.
يعني في اي وقت في الحمل اقل من 11 تعتبر ايه؟ انمي. شوف بقى سي دي سي كات اوف بوينت يعني ايه؟ يعني الرقم اللي تحتيه اقول ايه؟ انيمي 10.5 جرام بيرسنت او دي سي ليتر في السكند ترايمستر. اشمعنى مش عارف؟ طب في الفيرس تعمل ايه؟ مالكش في السيل ده يعني اي واحده يوصل 10.5 فقال يعني اقل من 10.5 ده كات اوف ايه؟ بوينت يعني بيلو ويتش دايجنوز ايه؟ انيمي. لازم اكتب تو ديفينيشن. دبليو اتش او قالت 11، السي دي سي قالوا كام؟ 10.5. بس الغريبه سكند ترايمستر دي غالبا غلطه، لان في اي ترايمستر حقيقي اقل من 10.5 اعتبرها ايه؟ انيمي. انواع الانيمي اقول لكم بقى السؤال اللي جايبه بقى السؤال الغبي كله ارقام. انواع الانيمي فيسيولوجيكال انيمي نيوتريشنال انيمي ابلاستيك انيميا هيموليتيك هتاخدوها في الاطفال وهيموراجيك. ناخد واحده واحده. احنا خدنا الفيسيولوجيكال فين؟ في الكارديو فاسكولار سيستم تشينجز اثناء الحمل. نيوتريشنال هم اثنين الكومنست اسمها اير ديفيشنسي انيميا دي الوحيده اللي هتتشرح. دي اللي عليكم هي دي الكومنست معظم الستات في الحمل ممكن يجي لهم النوع ده. بس في حاجه اسمها ميجالوبلاستيك لأني حاجة بتقل فوليك أسد. عشان كده كل الدكاترة بيدوا فوليك أسد في أول درجة. بصراحة دي رير. الكومنست إيز أير ديفيشنسي أريم. الأرقام بقى بس بعد ما خلط أبلاستيك بون مارو ديبريشن دي ريسكي هيموليتك هتاخدوها هتاخدوا سكر سيت أنيميا مش عندنا بقى ثلاسيميا بتاعت أنيميا البحر الأبيض المتوسط هتاخدوها في الأطفال. هيموراجيك تبعي نسيت اللي هي مذكرة ايه؟ البليدنج اللي هي انتي بارتم هيموريج وابورشن واكتوبيك هو ده اللي بيسموه هيموراج. انا اللي يهمني دلوقتي الارقام بتاعت الارض في الشاسه الايرن محتاجين كام ملي جرام في كل حاجه من الحاجات دي؟ نملاهم بقى حد يسامحهم. ادي جالك ام سي كيو واحده كل الام سي كيو ارقام ارقام وحاجه تلغي ولا يمكن تفتكرها في اخر سنه. يقول لك هو البيزل ايرن ريكوايرمنت كامل يعني الايرن انا محتاجه كام في الحمل؟ يقولوا 280 مللي جرام. اكتب الارقام وحط احفظها معايا. يبقى اول حاجه 280 مللي جرام. البلاسينتا محتاجه ايرن قد ايه في الحمل؟ يقول لك من 50 ل 150 مللي جرام. ما بقتش بقى في اليوم في الحمل ما خلاص كام 50 ل 150. البيبي حد يقول لي 50 و 150 كام؟ 200. طب 200 و150 ل 350 مللي جرام عيش ها من 200 ل 350 مللي جرام البيبي. يبقى انا بطلع البيبي من البلاسنتا 50 زائد 150 اهي ال 200 لما يجمع عليها 150 ايه بقى؟ يبقى من 200 الى 350. الار بي سي اللي هو الاكسبانشن اوف ار بي سيز عشان اكون اليه الهيموجلوبين محتاج قد ايه؟ 570 مللي جرام ده اعلى حاجه. امال اثناء الولاده محتاج قد ايه ايرن عشان البلاد لوس؟ من 50 الى 250 مللي جرام. حد فاكر كان العيله بتفقد قد ايه نورمالي في الولاده؟ افريج 250 الضعف كان بوست بارتم كامل. يبقى ممكن اجيبها من دي ان محتاجه ايرن من 50 الى 250. تخيل جاب لك في الانسكيوات دي كلها وراح قلب ايه؟ 570 كتبها 750 وانت شايف حاجه وتقعد بقى تتوه بقى هو ده حقيقي كان 570 ولا كان 750؟ تخيل بيعمل ايه يعني فاهم؟ يبقى انت عندك هنا الارقام دي كده عليها ام سي كيو هي بعد ما اخلص حد هسمعها. يعني تكوين الار بي سيز اللي هو الهيموجلوبين ولا انا فاهم؟ انت مش فاهم على طول انت على طول بعد كده انا مش فاهم يدخل يقول لي انا مش فاهم يا بني انا والله بتحسسني كده ان انا مفيش حاجه انا مش فاهم والله ولا فاهم اقسم بالله اعرف في اليوم ولا في الساعه ولا في ايه انا ما اعرفش. دي ارقام مكتوبه في كتاب الاسم وجابها ام سي كيو هتحفظها. احنا عندنا بيزل ايرن ريكوايرمنت كام؟ 280 مللي جرام. بلاسنتا من 50 الى 150. فيتا من 200 الى 350. ار بي سي اكسبانشن كام؟ ها؟ 570. الدليفري
من 50 الى 250 وعيش اهو. مش معنى انا خصتهم اهو، انا بنجحهم في الحصه وانساهم دي. حد يقدر يقولهم لي؟ بس على اخبطه، على اخبطه. وليد ده انت اسمك ابراهيم؟ لا لا، اسمه ايه يعني؟ بوت بوت بوت. طيب ممكن تقول لنا يا حد يحب يقول؟ مش هيسمع النهارده من كلش. لا انا اللي هقول. ممكن تقول لي بيزا ريكويرمنت في اليوم كام من الاير؟ 30 مللي جرام. طيب بلاسنتا. طيب اسنان الولاده. طيب اكسبانشن تبع الديزيز. طب فيتس. تعال بقى عدم. نشوف اللي بعدها. classification of anemia بقى اربع categories. اول category بيسموه mild، ثاني category moderate، severe، decompensated. احنا قلنا حد فاكر ال WHO قالت كام؟ كان في رقم كده اللي هو 11. خلاص WHO قالت 11، يقول لك من 10 ل 10 و 9 جرام برسنت او برديسيليتر يبقى مايلد. شوف دقه. طيب من 7 ل 10 تبقى مودريت، اقل من 7 تبقى سيفير، اقل من 4 تبقى دي كومبنسيت. بس انا ممكن اكتبها بطريقه ثانيه، يعني بدل اقل من 7 هكتب من 4 الى 7. يعني عندك اصل طالما اقل من 7 بانكلودنج دي، هو في واحده ممكن تعيش ب 2 جرام ب 3 جرام؟ اه والله انا شفتها. وعلى فكره الستات بتعيش ان شاء الله جرام، الرجاله يقل جرام بس الله يرحمه. حقيقه انا شفت واحده كان دكتور عندنا في القسم استاذ شاف الحوادث عيانه، كان يعني داخله، هو كان مدرس وبيحكي الراجل ما بيلفش، قال لك عيله داخله كانت بالظبط 2 جرام وكده وشكر، هو بيجري عشان يلحقها بقى وكان مرعوب. مره واحده لقى قامت، قلت له الدكتور هيحصل لك حاجه، وراح قامت تاني. فظيع يعني. حتى الستات عمرها ما تموت جرام وتعيش، ربنا والله بيعيش وما تخافش. يعني توصل 2 جرام انت اللي هتموت مش هي. خلي اعصابك هاديه والله. في الحوادث 2 جرام وليه ما عاش بعد كده، وفجاه يقول لك دخلت الرعايه وتحسن وبقى 12 وبقى حاجه عاديه خالص. نيجي بقى على كلينيكال بيتش سيمتومز وساينز وانفستيجيشن. ازاي واحد يعرف ان عنده انيميا؟ مايل تو مودريت ما بيشتكوش قوي. اللي بتشتكي مين؟ سيفير. سيفير انيميا بقى الحاجات العاديه بتاعتنا احنا اللي هي ويكنس، بالك اكزوشن، بنام كتير، مش عارف اركز، عندي كرشة نفس، مضادات قلبي بحس كده بنهج اهو، بالبيتيشن. ده اللي هو السفير، ودي حاجة عادية بتاع ولاك اوف كونسنتريشن، مش عارف اركز، ده أمين. يبقى أنا عندي ويكنس واكزوشن وديسميا وبالبيتيشن. ساينز مايل تو مودريت ولا حاجة في الساينز. أمال في السفير اهم كلمه عندي انا كدكتور نسا بالور بتاع البطنه بقى هتعيشه السنه الجايه، اللي هي ازاي تعرف انيميا بقى. هتاخد بقى حاجه اسمها ووتر هبط بقى، انا ماليش دعوه بالكلام ده. سيستوليك ميرمر، انا مالي انا بالمرامر بتاعتهم دي اهي. سيستوليك ميرمر، الاقي لسانها في انفلاميشن، جلوسايتس، ستوماتايتس. هتاخد حاجه حلوه قوي، حاجه اسمها كولوميكيا، تلاقي الضافر كده عامل زي معلقه سبون. انا ليا دعوه بكلمه بالور، انا اشوفها بيل او الانيمي. خلاص انا بقى لا اسمع مرمر ولا اطلع لساني، خلاص اشوفه بلوسايتس او ستوماتاس عندها التهاب في المعده. يبقى ده اللي هو بالنسبه لي او في البق اللي هو سيفير. انفستيجيشن هيموجلوبين وهيماتوكريت، اللي فاكر يقول معايا
كنا قلنا الهيموجلوبين تحت كام بال WHO 11 في الكات اوف بوينت في السي دي سي 10.5 الهيماتوكريت 33% اقل في الريتين ده ايه ده الستورد ايرن خلاص الفريتين اللي هو الستورد ايرن اقل من كام اقول انيميا 30 مايكروغرام بير ليتر رقم ده في التابل اس اقل من 30 مايكروغرام بير ليتر بعد كده انفستيجيت وديتكت ايه كوز عليها ازاي اعالج الانيميا اثناء الحمل اثناء الولاده بعد الولاده موضوع ما اظنش شيء كده انه بيتالف اهم حاجه فيه الانسكيور اللي انا قلت لك عليه اثناء الحمل ازاي امنع الانيميا واحنا كل ستات في الحمل بنديها حديد على بس بنديها ليه من الشهر الرابع مش من الشهر الاول يعني دايما ابتدي معاها ايرن حاجه اسمها فيروس جلوكونيت وفي فيوماريت وفي سلفيت كتير الفلاس عين اسمه جلوكونات الحديدوز بنكتبه كده في التذكره جلوكونات الحديدوز اسمه ايه فيروس على فكره لونه برتقاني كده وتيجي تسالها في الشيك بتاخدي فيتامين تقول لك اه لونه ايه يا ماما برتقاني كام قرص؟ تقول لك قرصين ثلاث مرات في اليوم ليه؟ احنا عندنا كميه عايزين نخلص منها وما فيهاش ايرن اصلا وبعدين نوزعهم على العيانين والعيان فرحان تقول لك ده انا باخد فيتامين كله بياخد فيتامين ولا بيفرق فيروس جلوكونيت بديها ليه من الشهر الرابع؟ فيرست فورث مانس حد يعرف ليه؟ ليه مش فارس؟ لا لا ممكن اديها لا برضه لا ايه هي فوميتنج وهو بيعمل اريتيشن بترجع اكتر يبقى انا ليه ما بديهوش عشان بيعمل انديوس فوميتنج بيخلي العيان ايه ترجع فابتدي من الشهر الكام الرابع طيب ايه الاكل اللي اقوله لها تاكله علشان يعلى الايرن في الدم حد يعرف السبانخ الجمع زفت ولا لا قيمه السبانخ بقول لك باكل حديد يقعد ياكل طبق حاف وطلع من السبانخ الحديد بتاعها كله بيقع في البول انت ما تعرفوش يعني انت بتاخده ويقع الوحيده الاني مقصوص كبده خلاص انيمال الفارس كلاس اني مقصوص كبده ايه تاكل كل يوم نص كبده تلاقي الهيموجلوبين ايه عسل اسود في ساعات برضه بالليل معلقه عسل اهم حاجه عندي الكبده دي حصلت معايا انا مشكله عيالي كنت عايز ارفع الهيموجلوبين بسرعه رحت مديها قلت لها تاكل كبده كانت مشاعر قصرين كانت تسمم كانت في المرور وانا واقف قدام الاستاذ كده في المرور ايه اللي مين اللي قال لك تاكل اهو راح مشاور عليا من ساعتها اقول لها كبده ومين البيت بس بصراحه فظيعه ساحره تاكل الكبده تلاقي الهيموجلوبين عليك مش تقول سبانخ يبقى فيرست كلاس انيمال سورس بعد البريفنشن اكتف تريتمنت العيانه هديها يا اما اورال لا اما بارنترال لا اما اورال لا اما بارنترال لا اما باك ذا اربسيز يا جماعه خلاص بقى حلف خلاص لا اما اورال لا اما بارنترال لا اما باك نمسك اول حاجه اورال بدل ما كنت بدي قرص يوميا من الشهر الرابع هدي ثلاث اقراص يوميا هتقول لي الست دي هتشتكي من حاجه منبهه تقول لك والله ما انا واخدها امساك فظيع هي اصلا عندها امساك ما بالك بتاخد ثلاث اقراص حديد في اليوم العيال دي تقول لك انا ما بخش حمام خالص عشان كده ده صعب ان انا استحمله عشان بيعمل كونستيبيشن ده هو قرص بيبهدلها ما بالك ثلاث اقراص امال البارنترال انت ليه حقن في حالتين انتولرانس تو اورال يعني تقول لك ايه مش قادر استحمل الاورال ده عندي امساك انا مش هاخده وراح مديها بارنت او سيفير انيميا في الثيرد ترايمستر حد يعرف ليه؟ يعني دايما في الثيرد بلاش اورال ادي بارنت الاورال ده عشان يعمل افكت محتاج ايه؟ شهور البارنت على طول تلاقي ثلاث اسابيع اربع اسابيع ظبطت امتى ادي بقى باك دارمس وليه ما اديتش بلط؟ هتعرف ليه ما اديتش بلاد هول بلاد انا اديت باتا اديت ار بي سي بس فلازم ادي العيال اوريدي الفوليوم عندها ايه؟ عالي ما ينفعش ادي فوليوم يحصل لها اوفر لود انا اديها باد ار بي سي فقط ليه؟ عشان ما يجيلهاش اوفر لود هارت فيلير امتى بقى سيفير انيميا بعد 36 اسبوع ليه؟ هنجيبها بلاد خلاص
يبقى عندي ناقصها اسبوع وتبلد. هل ينفع بارنترا؟ يبقى لازم ايه؟ باك ذا ار بي سيز اذا كان سيفير انيميا بعد 36 اسبوع. ولد بقى. انا لما بولد العينه دي فيرست ستيج سكند ستيج ثيرد ستيج فيرست بديها اكسجين. عارفين الهيموجلوبين كان ايه؟ اكسجين. طب عندها هيموجلوبين واطي يبقى ايه؟ هايبوكس. يبقى لازم اديها ايه؟ اكسجين. وانتي بايوتيك مناعتها ضايعه. سكند تحبق فورس ثيرد ادي حقنه اسمها. قلنا موضوعين بس ما ينفعش نرجو متين هايبرتنشن وهارت ديزيز. جينا افتر ليبر العينه دي ترتاح مجهود لا ده يا رب تردع بس يبقى ريسك. وهديها ايرن اول ثلاث اول ست اشهر ومعاه فوليت اللي هو فوليك اسيد. يبقى بعد الولاده بدي العينه ترتاح بديها حديد ست اشهر كاملين بعد الولاده لازم وادي فوليت. ايه الكومبليكيشنز اوف انيميا؟ هشكلها البيبي سكند هاف. حد يبقى اللي هوملي سكند هاف سكند هاف اللي هما اي او جي ار انترا يوتراين فيتال ديث بري ديرم ليبر نيونيتال ديث. احنا قلنا السكند هاف هنا بس انيميا دايما مانيفستد في النص الثاني. امال هنا بقى اذا كانت مايل مفيش كومبليكيشن ده تبع الاسم. اذا كانت مودريت يعني ويكنس وفاتيج واكزوشن. اذا كانت سيفير دي اللي تفرق هتزود لي على اللي عندك. واحده ما عندهاش اكسجين وقت الولاده هل اليوترس هيقدر يكونتراكت كويس؟ يبقى هيحصل برولونجد ليبر. طيب ولدت بعد الولاده الرحم لسه نايم ها بوستبارتم هامرش. كان في كلمه اسمها بث الايه كانت انيميا. بعد الولاده العينه ديت الاميون ضاعت ونزلت يبقى هيجي لها بيربل سيبسز. هل دي تعرف تردع دي؟ لا نايمه على طول. يبقى عندها ايه؟ فيلير اوف لاكتيشن. يبقى السؤال في الامتحان ايه مشاكل السيفير انيميا؟ عشان كده لازم تصلحها. هتطلع روحك في الولاده. هتطلع روحك بعد الولاده نزلت. بعد كده يجي لها انفكشن وتبقى مصيبه وما تعرفش تردع كمان فيلير اوف لاكتيشن. في ظهر الورق اللي عندك ده حكت اخر سؤال وده اللي هتذاكره بس في الدي بي تي. سؤالين بالظبط ده ام سي كيو فقط. نعم. تبني معايا الدي بي تي بري ديسبوزنج فاكتور ده حاجات جراحه بس انا عليا الاسئله دي عشان ام سي كيو بس. دي بي تي انا هكتب معاك اهو بايديك دي بي تي ورا الانيميا هي البلمونري امبوليزم على فكره يعني اذا جاب لك الريسك عايزين نقفل التكييفات اللي ورا يعني الناحيه دي. دي بي تي او بلمونري امبوليزم واحد ايه الريسك فاكتور؟ مين العيانة اللي عرضة يجي لها جلطة في رجليها مع الحمل؟ أو جلطة في رجليها بوجه عامي. أول واحدة يكون سنها فوق 35 سنة. كل ما يكبر سنها كل ما يحصل حاجة اسمها أثيرو سكليروز. بيخلي البلاد فلو إيه فيها؟ بيبقى ستيزز. هي مشكلة الدي بي تي إن البلاد فلو بيقل. لازم يكون وزنها إذا كان هيجي لها فوق 80 كيلو، إحنا كنا قلنا في السكر فوق 90، يعني هم أول اتنين عمر ووزن عشان ما يتصابش، يعني هقول لك كده عشان ما تنساهمش. يبقى إذا كانت فوق 35 عرضة للدي بي تي، إذا كانت فوق 80 كيلو برضه عرضة لأنها بتضغط على الفينز الأوبستي. الحاجة اللي بعدها ثلاثة وأربعة جالها بريفيوس دي بي تي قبل كده. يعني أي واحدة جالها دي بي تي أول مرة هيجيبها تاني مرة. بري إكزيستينج ثرومبوفيليا. هتعرف دي ايه؟ احنا قلنا فيليا يعني بتحب ثرومباي. لما يبقى واحده عندها هايبر كواجيلابيلتي يعني عرضه للثرومباي يجي لها دي في تي يبقى الاثنين ضرب كلمه بري. اثنين سيفير. سيفير فاريكوز فينز ولازم كلمه سيفير زي ما كتبت اسمك كتبها يعني فاريكوز فينز بس مش قليلين لا كتير. وسيفير بري كلامسيا. سيفير عشان فيها هيمو كونسنتريشن خلاص يبقى اتنين سيفير. سيفير فاريكوز فيز وسيفير بري اكلانس. واحده نايمه في السرير برولونجد بيد ريست في ستات كده تحب النوم النوم كتير خلاص وهي حامل وفي ستيزز اصلا في الحمل وتروح نايمه جلها. الحاجه التامنه
سيزاريان سكشن. حد يعرف ايه؟ مع عمليه هتنام، يبقى الاثنين دول نوم اللي هي برولونجد بيد ريست وسيزاريان سكشن. مزودين في الكتاب الاسم التوائم. التوائم على الضخام قوي فهيتغلط، بس دي يعني هعمل فيه في نكابه. يبقى ما تنساش هنا رقم 9 مالتيبل او مالتي فيتال بريجنسي. اكتب لي على ده ام سي كيو فقط خلاص. ده اذا حد في الشافه حتى جه في سيرته هتقول له دول اكتر من 35 اكتر من 80 كيلو. Previous DVT, pre-existing thrombophilia, severe varicose vein severe preeclampsia, prolonged bed rest, cesarean section, multifetal. وكده ما استناش واحده. نيجي بعد كده على الانفستيجيشن. بيعملوا ايه بتوع الدي في تي دول؟ معلومات عامه جدا. واحده عندها جلطه، اطمن ازاي ان عندها جلطه؟ بعمل حاجه اسمها دوبلر الترا ساوند على رجليها او اسمه دوبليكس. بيشوفوا حقيقي في جلطه ولا لا. ايه؟ هو مين بيخبط؟ معلش. دوبلر اول حاجه او فينوجرافي. فينوجرافي يبقى انفستيجيشن، يا اما دوبلر يا اما فينو. طبعا دوبلر اسمه دوبلكس مشهور قوي في الجراحه. العلاج، انتوا بتاخدوا حاجه اسمها هيبارين وورفارين. ده بقى انا عايز السؤال الاخير، مين اللي يستخدم مع الحمل؟ يبقى التريتمنت هتستخدم هيبارين ولا اورال انتي كواجلانت؟ نشوف رايكم، هل استخدم ده ولا ده؟ على فكره في الحمل يستحسن ده. هقول لك ليه. ده الهيبارين، الهيبارين حلاوته كان نوت كروس بلاسنت، يعني مش تلاته ايه؟ جنب. وغير كده يوم ما توقفوا، يعني انا دلوقتي هولد دلوقتي هوقفوا بعد ساعتين ثلاثه الاكشن بتاعه راح. يبقى الهيبرين انا بيتر ديورينج بريجنسي عشان حاجتين. واحد كان نوت كروس ايه؟ بلاسنت. اثنين ستوب اورز فيو اورز بيفور ديليفري، يعني شورت اكتنج. ودي حاجه حلوه، يعني انا هولد بكره الصبح قبلها بست ساعات راح موقف. اما ده بقى مشكلته حاجتين، كان كروس ايه؟ كان كروس بلاسنت. والحاجه الثانيه برولونجد اكشن، يعني اذا انا كنت عايز اولد بكره مش هينفع، مش عارف اوقفه. وطالما كان كروس يبقى بيعمل مشاكل ولا لا؟ قال لك بيعمل مشاكل في انهي ترايمستر؟ فيرست ترايمستر والثيرد ترايمستر. يعني اذا كنت عايز تدي تدي فين؟ سكند. يبقى بسالك المشاكل بتاعته ايه؟ في الفيرست والثيرد ترايمستر. في الفيرست ترايمستر بيعمل ايه؟ رقم واحد بيعمل ليمب اند فيشال ديفورميتيز في البيبي. دي بتيجي في الانسكيو دي، ان هو الوارفارين او الاورال انتيكواجلانت بيعملوا ليمب وفيشال ديفورميتيز في الفيرست ترايمستر. طب في الثيرد بيعمل انتراكرينيال هيمرج في البيبي فيتال. يبقى انا يوم ما تدي مين بس؟ يعني اذا كنت عايز تدي علاج لوحده ممكن ادي هيبارين اول ثلاث اشهر وبعدين اورال انتيكواجلانت ثاني ثلاث اشهر وبعدين ارجع ثاني ايه؟ طب انت ليه ما تكملش على هيبارين كل حبه؟ حاجة مؤلمة، واحدة بتاخد كل يوم حقنة تحت الجلد، فبتلاقي العلاج ده سبكوتينيوس. مين اللي بيتاخد؟ اسمه كالسي أو كالسيبارين، اسمه كده كالسيبارين. في السوق اسمه كالكسان، اللي أنا مش عارف حد سمع عليه ولا لأ. كالسيبارين ده يعني هيبارين مع كالسي. بيتاخد سبكوتينيوس ديلي، العيانة بتبقى زهقانة، كل شوية تشك نفسها، كل شوية العيانة. تخيل بقى في الحمل من أول يوم لغاية 280 يوم 280 حقنه. فتاخد اول 3 اشهر وبعدين تاخد ده السكن وبعدين ترجع تاني مين؟ هيبرين. فهمتوها خلاص؟ سبكوتينس ده اسم كاتب بور انترافينس. بصراحه هو سبكوتينس انترافينس محدد سبكوتينس. ليه؟ لان ده مش تاخد حلاوته كمان، تاخده هي مش لازم حد يديها لك. تحطه في بطنها، تحطه في دراعها، هي حر زي عارف زي الانسولين كده. نعم ده اورال اورال انتي جلطه. ايه؟ الهيبرين لو ما حصلش جلطه. السبب الهيبرين لو ما حصلش جلطه. اه لا الاوريدي بمنع البروباجيشن بتاعها.
يعني واحدة اوريدي عندها دي في تي عايزها من على البروباجيشن بات يبقى ما احنا بنديها كده كده بتديه حصل او ما حصلش يعني انت بتديه كده او كده. هنفتح المذكرة التانية انفكشن هبتديها بس انا مش هطلعكم دلوقتي السبب في عيانه جايه لي فاذا انتوا طلعتوا شافتكم هيحصل فيه مشكله ده فابيكلوميتر عشان هعمل لها اوفن بيجر فبعد اذنكم انا هكمل هطلع ابص عليها ادخل اطلع خد الريسك انا مش هطلعكم غير لما تيجي سيده يعني بعد الساعه 10 10 الغصب تعالوا بقى معايا نبتدي ايه؟ هنخلص على 11 ونص ان شاء الله. طيب نعم لا لا اصل مش هينفع تخرجوا قدامها طيب اوكي اجيبها لكم انفكشن ايه؟ وانت واذا انا خرجت من هنا رجعت معانا؟ اذا انا خرجت من هنا انتوا هتسكتوا؟ لا طبعا فرح نقفل اسم البيان وتلاقي واحد بقى انا عايز اخرج انا مش قادر انا جعان انا عارف الحاجات فمش كل الناس ملتزمه انفكشن نعم مالك؟ دي بس مشكلته ان اذا انا استحملت حائط انا بصراحه بديه انا ما بقلبش غوره انا بس بقول ايه اذا العيانه ما عندهاش قدره انها تتكلم. الانفكشنز اول سؤال تحليلي ناتشرال ديفنس ميكانيزم اجينست انفكشن مين اللي جابه؟ دكتور المنيجه مكانه بس السؤال ده كان جايبه ايه الحاجات اللي ربنا حاططها عشان تمنع اي انفكشن يدخل؟ دي بقى اهيف واحده بقى اللي هي الانفكشنز عباره عن معلومات بتاخدها ما فيهاش فهم جامد هي القصه ان انت بس تحاول تجمع بس الافكار بتاعتها الكي بتاعها ايه بقى الناتشرال ديفنس ميكانيزم اجينست انفكشن؟ شوف بقى ربنا حاطط ايه عشان يمنع اي انفكشن يدخل اي سكه. عندك الفاجينا بتتكون من كام وول؟ تو وولز انتيريور اند وفوسيو. ربنا ليه مخليها بوتنشال سبيس؟ يعني ايه بوتنشال؟ اول ذا تايم مقفوله دي حاجه ميكانيكال عشان تمنع دخول مين؟ يعني رقم واحد اول حاجه بتقابل الاورجانيزم الفاجينا اوبوزيشن اوف تو وولز اللي هو الانتيريور اند بوستيريور. في حاجه ثانيه هتعرف اللاين بتاع الفاجينا ايه؟ ستاتيفايد سكوير. ليه ربنا حاطه ستاتيفايد؟ عشان يبقى منطقي ليه يمنع دخول بس الكلام ده بعد الاستروجين ولا قبليه؟ بعد يعني اتليفرز يعني قصدي اقول النجمه اللي انا هحطها دي ليها علاقه بهرمون استرين اللي هي ستراتيفايد سكويماس ابيثيليا. الحاجه الثالثه بيقول لك البي اتش بتاع الفاجينا بيبقى ايه؟ بيت اي اورجانيزم اسيدك يبقى البي اتش وعلى فكره ده بعد برضه ظهور مين؟ الاستر. هقول لك ليه؟ تبقى اسيدك من 3.8 to 4.5 بي اتش تبقى الرقم ده تحفظه اسمك يبقى البي اتش في اي واحده بعد البيبرتي اهو من 3.8 ل 4.5. طلع الاسيدك بي اتش دي سببها ايه؟ ربنا بعد ما الاستروجين يطلع البيبرتي بيعبي في الخلايا جلايكوجين بتاعت الفاجينا. اما يعبي الجلايكوجين ده في كومنسال عايشه في الفاجينا اسمها لاكتو باسيلس اسيدوفيلس اسمها ايه؟ طب الدودر لاين اللي بيكتب معايا اسمها لاكتوباسيلس اسيدوفيلس. من اسمها اسيدوفيلس يعني بتحب الايه؟ اسيدتي. تكسر الجلايكوجين وتطلع لاكتيك اسيد ده الاسم مزود وهيدروجين بيروكسايد. طب تعرف دي ايه؟ دي مات اكسجين. المهم يعني بيطلع لاكتيك اسيد وكتاب الاسم مزود ابو الكتاب الاسم مزود هيدروجين بيروكسايد وده بيقتل اي انيروبيك اكتر حاجه بتقتلها الانيروبيك. لما يسالك هو ليه البي اتش بقت اسيدك؟ قول له ما الاستروجين زاد عبى ايه؟ جلايكوجين. طلع عليه اورجانيزم اللي هو كومنس اللي عايش في كل الستات اسمه لاكتوباسيلس اسيوبيس كسر ده وحوله الى لاكتيك اسيد وهيدرو هيدروجين بيروكسيد. طبعا الكلام ده وهمي وعشان ده انيروبيك ايه؟ انفكشن. فبالتالي حاجه في اورجانيزمز ما يهمهاش كل ده تحب الاسيديتي وتعدي تدخل على عنق الرحم. ربنا حاطط ايه في السيرفس؟ سداده اسمها سيرفايكال ميوكس بلاك. وعلى فكره دي حاجه حلوه مشكلتها انها بتقع في وقت في الدوره
بضعف الدوره كله. عشان كده دايما ليه الانفكشن بيعشق يدخل ديورنج مينسز؟ عشان دي بتقع، بيبقى في ويندو. طلع ان السداد دي ربنا حاطط فيها انتي بودز اميون سيلز تقتل اي اورجانيزم داخل. يعني افترض دخل هتلاقي انتي بودز مستنياه. افترض عدى، لو في ممكن يعدي قطع، في ناس بتعدي منه، يعني ممكن يكون دخل وقت الدوره مفتوحه ولا لا. دخل لقى الرحم كل شهر في حاجه اسمها شيدنج، حاجه حلوه، يبقى اليوترس سايكليك اندوميتريال شيدنج. بس ده بعد ظهور مين برضه؟ عشان ما اسالك سؤال بقى، بنت صغيره قبل البيبرز، تفتكر ليه يحصل لها انفكشن كومن؟ عشان ما فيش الثلاث نجوم دول اللي هم ايه؟ ما فيش ستراتيفايد سكويمس ايسيدا، ما فيش بي اتش اي اسيدك، ما فيش مش عارف واطي اسيدك يبقى واطي، ما فيش سايكليك اندوميتريال ايه؟ شيدنج. واحدة عجوزة بوست مينيكوزا ليه جالها انفكشن؟ ما هو الثلاث نجوم مش موجودين. طب نفترض دخل تي بي فظيع مناخته، تي بي ده بيقعد في الكورنيو، حد فاكر؟ بيقعد في الكورنيو، مين اللي تمنعه يدخل بقى جوه العين؟ تيوب، يعني رقم أربعة هي دي الوحيدة اللي بيقعد فيها ويعمل إيه؟ سيربنجايتس. طلع إن التيوبز ربنا حط فيها أهداب اسمها سيلياري مومنت، كل ده بتاع ربنا يمنع أي انفكشن يدخل. طب اسمع، بزود رقم خمسة، سيلولار انتي هيومورال اميونيتي. حد يعرفهم ايه هما؟ اللي هي بي لمفوسايت وتي لمفوسايت والانتي بودز دي برضه بتساعد على، وبصراحه دولت الاربعه الاهم. يبقى لما يجي لي السؤال ده هكتب دول واسكت؟ لا، اقول امتى اتضرب؟ ايه الاوقات في حياتي في مين ممكن اضرب دول؟ رقم واحد ديورينج منسز. حد يعرف ايه اللي اتضرب هنا؟ ليه دايما اثناء الدوره ممكن اضرب ده؟ في حاجه وقعت ليها مين؟ يبقى ان هو اوبن سيرفيس بيسموه ويندو، اوبن سيرفيس، حصل اكسبلشن اوف ميوكاس بلاك. بس في سبب تاني، الفاجينا اسيدك صح؟ والمنسز الكلاين، لما تحط الكلاين على اسيدتي يحصل تعادل، يروح مين؟ ده هز الفرصه ويدخل. يعني neutralization of vaginal acidity by alkaline A menses. يبقى في سببين بس، ده في اثناء الدوره. يبقى ليه الدوره دايما روت يدخل منه الانفكشن؟ رقم واحد ان البي اتش بتغير علشان نزلت الكلاين على الاسيدك. الحاجه الثانيه الميوكاس بلاك حصل فيها ايه؟ وقع. طيب ليه بيفور بيوبرتي وليه افتر مينيبوز؟ مفيش التلات نجوم اللي هما ايه؟ اتروفيك ايبيديم الكلاين في اتش خلاص، وفي نفس الوقت مفيش سايكليك اندوميتريال اتش شادد. عمرك ما تلاقي واحد عندها دوره كده كرونيك اندوميتريالز. ده دايما الانفكشن يخرج على الشارع. السؤال ده اكتب لي عليه تحليلي. احنا طبعا هنبتدي النهارده الانفكشن بالاورجنز. يعني ايه؟ يعني فالفا يبقى اسمها فالفايتس، فاجينا تبقى فاجينا. بعد كده في الاخر اخر حصه كلها اورجانيزمز اللي هي سيكشوالي ترانسميتد. ايه؟ يعني انا النهارده هبتدي فالفايتس وفاجينا. سؤال صعب جدا، يعني ايه فالفايتس؟ انفلاميشن اوف ذا فالفا. امال فاجينايتس؟ انفلاميشن اوف، طب فالفا وفاجينايتس ده اصعب. انفلاميشن اوف ايه اند ايه؟ وعلى فكره بقى الاثنين لازم يجوا مع بعض. يعني اذا جابنا في الامتحان فالفايتس هي فاجينايتس، هي فالفو فاجينايتس اللي هو انفلاميشن اوف فالفا اند فاجينا. كذا بيجيب 50 درجه، يقول لك كده جيب ان اكونت اون فالفو فاجينايتس. ويسيبك بقى تقعد تشرح بقى ترى الكورونا سمونيليا وبكتيريا فاجينا، تقعد تعيش بقى سؤال ب 50. دلوقتي بيجي حتت منه كاتبين جمله هتضايقك اللي فاهم، يقول لك ده الكومنست كومبلينت الجيناكولوجيكال براكتس. في ناس قالت ديسمينوريا، كنا خدنا الديسمينوريا من 45 دي 90% وكان مكتوب هناك اتز كومنس جيناكولوجيكال كومبليت. اعمل ايه؟ يعني هم كاتبين الاثنين الايه؟ الكومنس. والله بقول لك الاثنين بختار. قال لك باثولوجيكال هتختار، قال لك عاديه خلاص اختار ديسمينوريا لان الديسمينوريا كتير قوي صح. يبقى عندنا فالفو جايناتس از ذا كومنست كومبلينت ان جايناكولوجيكال براكتس.
في نوعين برايمري وده تالف فيه السودان هو اول موضوع وسكندري برايمري يعني في اورجانيزم عمال سكندري اريتيشن فاكر ما قلت لكم بول بيقع على فالفا بيعمل لها ايه اريتيشن سطول بيقع على فالفا كان ريكتو مشان الفيس ده بيقع برده يعمل اريتيشن يبقى كلمه سكندري سببها عمال برايمري اورجانيزم واضح ياكل كومونس ومينيا اللي هنقوله بقى واحنا لهم ديسكشن هما ثلاث اوقات في حياتي في مين في التشايلد هود يعني في الطفوله دي كومن اللي ثلاث نجوم مش موجودين بوست منيبوزال اللي هو بعد سن الياس يسموها سينايل طب الاسم نسميها اتروفيك فاجينايتس يبقى ليها اسم دي سينايل واحده عجوزه والاثنين دول نفس السبب سينايل او اتروفيك فاجينايتس اخر نوع بقى ده اللي بيجي تحريم في التشايلد بيرنج بيريود بالترتيب اللي انا هقوله اول اورجانيزم بكتيريا فاجاي نوزز ده الكومنست يعني هنتبعهم بالترتيب على حسب الكومنست الليس كومنست اول وده تحريري ده اول سؤال لو جاب الدكتور مليجي برضه في الامتحان فبيحب الانفكشن قوي بكتيريا فاجاي نوزز اثنين مونيريا فاجاينايتس ودي نسبتها 30% دي لها رقم ثلاثة ترايكوموناس فاجاي نايتس ودي نسبتها 25% طب انت ليه هتحفظ الرقمين دول؟ دكتور جمال عبد السميع جاب سؤال مرة والله سؤال غريب جدا يقول لك ايه؟ مونيلي عند ترايكوموناس اند ذير انستنت طيب يعني تكتب له 30 مين؟ في ناس اتصرفت كتبت ده سكندري كومن ونجحت وده ثيرد ومش لازم رقم يعني مش لازم احفظ ارقام يبقى انا عندي المونيليا ده الثاني التراكوموناس مين الثاني يبقى هم ثلاثه اورجانيزمز هنعمل لهم ديسكشن هم مين بكتيريا فاجينوزس ها مونيليا فاجينايتس تراكوموناس فاجينايتس ممكن نبتدي نسال عشان نفوق كده شويه يعني الامتحان ده هو الاونكولوجي نفتح كده عايزين نقارن بين بنت صغيره وعندها انفكشن بنت عجوزه وعندها انفكشن البنت الصغيره اللي هي فالف وفاجينايتس في التشايلد هود امال الست العجوزه اسمها سي ناين او اسمها الثاني اتروفيك عايز افرق بين الاثنين قبل ما ابتدي الجدول ده هديك كي يعني كي المفتاح بتاعه اذا انت مركز فيه هتعرف تالف كل الكلام اللي تحتيه بنت صغيره خمس سنين ست سنين وجالك العياده عندها انفكشن اكيد ما جالهاش كده اكيد في حاجه خلت الانفكشن يزيد زي بتلعب في البيت كده لقيت كوين عمله وراحت حطها في الفالفا هما دايما بيحطوا حاجات وهم صغيرين كده فتروح حاطه له نوايه بلح دابوس مشبك لقينا الحاجات دي تروح حاطها في ده نيوكليوس يجي اون توب ايه؟ انفكشن يعني كل تفكيري وانا ماشي فورين بودي خلاص يبقى انا تشايلد وود كفايه الكلام عشان ابتدينا طبعا طيب مش عارف طبعا ما عندنا اهم كلمه كلمه ايه ها فورين بودي يعني لما اجي اقول لك العينه ديت يوم ما هدور على فورين بودي حتى بانفستيجيت حتى لان اكيد طبعا بنت صغيره جالها انفكشن غالبا في حاجه جت اون توب سهلت الانفكشن امال دي تلعب ايه؟ واحد عجوزه راح قال لك العجوزه ديت اما ينزل عليها نقطه دم فقلنا اني بوست من جوزة البيدي كونسيدر مالجنس كل تفكيري هنا في المالجنس خاصة كانسر اندوميتريا وكانسر سيرفيس تعالى بقى دول ما احنا ماشيين هنا بفكر في ايه؟ فورين بودي هنا بفكر في كانسر اندوميتريا نمسك اول حاجة ايتيولوجي بوزيتيف اورجانيزم مود اوف ترانسميشن بري ديسبوزينج فاكتورز هنا اني اورجانيزم يعني ايه اني اورجانيزم؟ واحدة ما عندهاش أي حاجة تقاوم الانفكشن ايه الثلاث نجوم اللي راحوا يبقى لك بأي انفكشن خاصة دودة هتاخدوها في الأطفال الدودة دي بتخلي البنت تهرش طول الليل كفاية كلام الدودة دي بتخلي البنت تهرش طول الليل ونقول لمامتها اعملي لها تحليل ستول وما يطلعش فيها حاجة لأن الدودة دي ماسكة اسمها بين وارم اسمها اكسوريوس أقول لها خدي قطنة بعصاية وحاولي كده تعملي سواب للإيه ريكس وريكتر سواب تباني يبقى أنا عندي اسمها إيه الدودة ليها ثلاث أسماء اكسوريوس بين وارم انتروبياس فيرميكولاريس
وانتم بتفتكروا دي بس. يبقى عندنا الاسم الاسخف هو انتروبياس فيرمي، يبقى الدودة ليها ثلاث اسماء اللي هي اوكزوريس او بين وارم او انتروبياس، ست كبيره ما فيهاش دودة. نيجي للمون، بنت صغيره زي كده سيكشوال ترانسميتد دي، ممكن تكون في مدرسه داخلي، على فكره مدرسه داخليه مشكلتها في كده المستر ده الفوطه بتاعتها وعندها سيكشوال ترانسميتد دي. فوق القعدة الحمام، عشان كده المدارس النظيفه تلاقي الحمامات بتاعه الاطفال غير الكبار، لا في مدارس لغايه الان الاستاذ والاستاذه والطفل كله في حمام واحد فبيعمل سبريد اوف. يبقى انا عندي المود اوف ترانسميشن بيبقى كونتامينيتد تاولز تويلت سيتس هاندز كلودز اللي بيستخدموا بدون بعض خلاص. ما احنا عندنا هنا هو دولت الايه المود اوف ترانسميشن. نيجي للبري ديسبوزنج فاكتورز. ايه بقى البري ديسبوزنج فاكتورز في العيانين دولت اللي هم الثلاث نجوم حتى فاكرهم؟ اللي فاكرهم يقول عليه مفيش ستراتيفايد سكويماس ريسين، مفيش اسيدك بي اتش، مفيش سايكليك شيلينج، باد هايجين ليه؟ بنت صغيره ما بتعرفش تشطف نفسها؟ اخر حاجه ما تنساش مين فورمولا، شوف كل تركيزي على الفورمولا. يبقى اخر حاجه تساعد الانفكشن هي مين؟ نقارن بدي برضو اني ايه اورجانيزم ما عدا الدوده، يعني اي اورجانيزم برضو في واحده عجوزه نفس الكلام. مود اوف ترانسيشن زيه، ما انت ذاكرت دي خلصت، بيستخدموا بدون بعض. يقول لك نشتري انا وانت فستان واحد ونبدل فستانين ونبدل، غلط، بدون ما يغسلوهم انتهى. البري ديسبوزنج فاكتور كلهم معانا كلمه. طب ليه هنا باد هايجين؟ واحده عجوزه ما بتقدرش خلاص بقت تعبانه ما بتقدرش تشطب، يعني قصدي اقول هنا باد هايجين مش هتعرف، هنا مش هتقدر، يبقى انت هتكتب كله ما عدا فورين بودي. تعال نشوف كلينيكال، كلينيكال بيكتشر في الاثنين. اي فالف فاجينايتس 3 بيز 1 اس، ايه هم بقى؟ ايه هم 3 بيز 1 اس؟ بي بين تقول لك حاسه بوجع من تحت، بروريتس فالفي يعني هرش، بيريلال ديسشارج افرازات لونها اصفر، اس سورنس. وخدنا الكلمه دي احنا قلنا ايه الفرق بين سورنس وبروريتس فالفي؟ قلت لكم هيتعاد في الانفكشن. سورنس حرقان، بروريتس فالفي هرش، في فرق بين الاثنين. تقول لك حاسه بنار من تحت، دي حاسه ان انا بهرش كتير. يقول لي حاجه سبيسيفيك، نفسي في حاجه سبيسيفيك. اما تجيلك بنت صغيره وعندها افرازات فيها دم تفكر فيه؟ هو مش قلت انا ماشي افكر فيه وهي بتدخلها عوره نفسها بلادي ديسشارج يفكرني بايه؟ فورين بودي، كل تركيزي في ده. اما واحده كبيره وبلاد اني بوست نقطه زي بحر اللي كان فاكر كونسيدر دي ايه؟ مالجنسي، خاصه قلت كانسر. طول ما انا ماشي هنا فورين بودي، طول ما انا ماشي هنا ايه؟ حتى انا بصحح السؤال بدور عليه، بدوره في السيمتوم، بدوره في الصاين، زي ما هنشوف. افحص دي وافحص دي، الاثنين شبه بعض. البنت الصغيره لما اجي افحصها هلاقي الشكل ده. هلاقي الفالفا بتاعتها لونها احمر. ريد. وإيديميتاس. وفيها اكسكوريشن ماركس، ده من الهرش. يبقى الفالفا بتاعتها تلاقي كده ايديميتاس، بنت صغيره لسه خمس سنين تلاقي الفالفا بتاعتها ريد وايديميتاس واكسكوريشن مارك، وغير كده مستحميه بالافرازات، مكتوبه كده باث من كتر الافرازات اللي مشاه بالفالفا. يبقى هو باث ان ديسشارج. اي واحده عندها فالفايتس بتكبر انهي لينف نود؟ انجواينال فالفا درين ان انجواينال لينف نود، فيحصل لها انلارج تندر انجواينال لينف نود. اعمل البنت دي ايه عشان الديكتد فورين بودي؟ يبقى حد يقول بي في دي بنت خمس سنين، يبقى احط صباعي فين بقى؟ في الريكتم احس ده، يبقى انا بعمل بي ار تو اكسكلود فورين اي بودي. يجي للست العجوزه اعمل بي في براحتك، كان متجوزها الست العجوزه بس الفاجينا بتاعتها شكلها مختلف، بيسموها تنتد. يعني ايه تنتد؟ عامله زي خيمه، بتلاقي من فوق ضيقه ومن تحت ايه؟ واسعه اطراف، وتلاقي عنق الرحم فلاشد ويز فاجينا. يعني ايه فلاشد؟ مفيش الكوش فاجينالز ده خلاص اختفى اطراف، فلاشد
ويز فاجينا اطرافك. العينه دي الفالفا بتاعتها نفس الاشكال هتبقى ايه برضو نفس الكلام ريت ايديميتاس اكسبريشن مار وبرضو باث ان ايه ديسشارج من كتر الديسشارج مش شايف الفالفا بتاعتها وبرضو عندها اللارج ايه تندر انجوينال ليمفود الفرق جاي بقى ركب منظار واتفرج هلاقي الاتروفيك الابيثيليا واقع بسبب قرح اهي سوبرفيشال ألسرز يبقى الست دي هيبقى عندها سوبرفيشال ألسرز بليدز اون تاتش يعني سيادتك اول ما تلمسها تنزل نقارن فرق بين الاثنين البنت دي ما اقدرش اعمل لها بي دي ما اقدرش اعمل لها سبيكر بس هعمل بي ار تو ديتكت فورين اي بط الست دي وانا بفحص عليها تنزل فاجينا والسيرفكس فلاشد يعني فلاش مش شايف خلاص اطرافي وهلاقيها منقطه نقط حمراء قرح اسمها سوبرفيشال اكثر يوم ما تلمسها تبتدي ايه؟ تنزل. الاثنين هعمل لهم اخد الافرازات واعمل حاجه اسمها كالتشر اند سنسيتيفيتي يبقى الاثنين هعمل لهم بكتيريولوجيكال اكزامينيشن اسمها كالتشر اند سنسيتيفيتي. دي ليه بعمل لها اكس راي او الترا ساوند؟ فورين بودي بص كل تركيزي على ده يبقى انا ليه بعمل اكس طب انا ليه ما عملت السونار وخلاص او اكس راي وخلاص يعني في بعضهم راديو نوت راديو بي ممكن يكون نوايه بلع مش هتبان غير بالسونار يعني الاكس راي ده يبين ايه ده بوس ماشي بقى كوين بس ما يبينش غير كده انا بعمل اكس راي اور الترا ساوند ليه بعمل البنت دي ريكتال سواب لسه قايل عشان الدوده اللي هي اسمها مين ها زوريس لا انتروبياس فيرميكولاس اديها قطه واقول له نغطها بالليل كده حطيها في الانبوبه واجيبها لي طيب دي بعمل سمير وفراكشن كريداج مالجنس طبعا كانسر سيرفكس او كانسر اندوميتريا شوف كل تركيزي هنا كانسر كل تركيزي هنا فورين علاجهم الاثنين هياخدوا انتي بايوتيك على حسب نتيجه الكالتشر اند سنسيتيف مين فيهم تاخد استروجين دي ولا دي استروجين دي اللي هتاخد استروجين ولا دي بنت صغيره غلط حتى اذا نزل عليها دم بنت صغيره مش هتفهم ده ايه ست العجوزه كلها فاكره الدوره بتاعت زمان فاكر بيتي هتقول لك يعني مين اللي تاخد استروجين فيها دي لا دي بس نظافه بس يعني تشطيب مناطق شطافه لوكال كلينلنس لوكال كلينلنس امال دي استروجين بقى هديها اورال ولا كريم اذا كانت مينيبوزال يعني وصلت سن الياس وهتاخد كده كده اي ار تي فما خلاص يبقى نديها ايه يبقى الاورال ده اذا كانت مينيبوز يعني عندها مينيبوزال سيمتوم بتاخد تريتمنت اوف مينيبوزال سيمتوم طب واحده المينيبوزال سيمتومز مش فارقه معاها لا كريم بيتاخد ديلي فور تو ويكس ذن ويكلي نقول لها حطي مرهم كل يوم بالليل او الكريم ده سوري كل يوم بالليل لغايه ما تعدي اسبوعين بعد كده كل اسبوع مره ده اللي هو العلاج بتاع مين؟ دي طب نيجي دي بقى هسيب الفورين بودي؟ لا طبعا طلعها ازاي؟ لازم باباها ايه الاول؟ هيمضي طبعا لازم كونسنت واحاول اطلع بيه من نفس الحته اللي هي دخلته منه انا هشوف سكار في الهايمن انا داخل بالستروسكوب هحاول ادخل من الخرم بتاع الهايمن اجيبه وانا طالع يا ريت تطلع من نفس المكان حاول يعني اذا اتقطع انت اوريدي واخد ايه؟ كونسنت يبقى انا هشيل الفورين بودي هيستروسكوبيك بالهيستروسكوب من تحت همسكه واطلع بيه على قد ما اقدر يعني اعور حته لنفس الحته اللي اتعورت فيرموكس ده علاج للدوده اللي اسمها ايه؟ اكسوريز هل دولت ممكن يكون تحريري؟ بصراحه يعني سؤالين هبل جدا بس اهم حاجه عندي ايه؟ هنا فورين بودي هنا كانسر اندوميتري اخر اثنين اللي انا هقولهم دلوقتي ترايكوموناس مونيا دول مهمين جدا 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 وبيعشقوهم في التحرير وسلايد بيجي لي سلايد كتيره جدا في الصفحتين دول ترايكوموناس مونيا دكتور هو ازاي بدا السوجيولوجي عندها نعم عندها لا انا عملت اكسكلوجن للميتا يبقى عندها ايه؟ فالفو عشان عندها معالجه زي كده كان عندها عالي كسل للميتا طبعا مش لازم اخد اللي عنده عملنا سمير ليه؟ وعملنا ليه توكسيكلود؟ طيب انا لقيت الحمد لله ما عندهاش كارسينوما، اسيبها ولا تديها استروجين؟ لا عادي ممكن تديها
انا هعالج الكارسينوما لو موجوده. الفالف هعالجها ازاي بقى؟ بص الفالف كانسر دي بنتيلول دي ايس كريم اي حاجه تحطها على الفالف ده كانسر. امسك الفالف والله ما عليش عندي التهابات. نيجي بقى على زياده التاريخ حلو. طب بروفيسور تعالى بقى على اللي هي الفرق بين الترايكوموناس والمونيليا في العياده. ما بتجي لك عيانه تقول لك ايه انت هتكشف وتروح بصلك كده ولا لا حضرتك خالص؟ لان اذا قلت لها هكشف بتمشي. ولا تقولي لي لون الافرازات وقولي لي في هرش ولا واتشف دي مين او مين. يعني ممكن من كلام العين اعرفه ترايكوموناس فاجينايتس او مونيليال فاجينايتس. عايزين نقارن بين الاثنين. احنا قلنا مين السكند كومن دي. يبقى دي السكند كومن فاجينال انفكشن في تشايلد بيرين كان نسبتها كام؟ 30%. لسه كملوا من شويه. ترايكوموناس كان الثيرد كومن ونسبتها كام؟ 25%. عايزين بقى بعد كل حته نخلصها نسمعها. اول حاجه كوست اوف اورجانيزم هنا اسمه ترايكوموناس فاجينالس. امال هنا كانديدا البيكانز. هو ليه سموها كانديدا البيكانز؟ هتحطوها في الاطفال تلاقي بيبي مولود كده بعد كام يوم تلاقي لسانه لونه ابيض اسمه ثراش. ده معناه ايه؟ عنده فطر. وده بيجي لكم انتوا امتى؟ لما سيادتك تاخد مضاد حيوي ضد الدكتور. اول ما تيجي يقول لي الو فلوموكس الو اوكمنتين الو وتجيب الدواء ويبلع. وعلى فكره كتر اخدان الانتي بايوتيك بنفس النوع يجيب لك دم اسمه مونيليا. تلاقي بقى تقول ايه؟ ناخد المضاد الحيوي الموضوع بيزيد. اهو انا الاقي نفسي مش قادر اخد نفس. في الاخر يقول لك ده انت عندك فانجس اللي هو الكانديدا دي. خد نقط اسمها مايكوستاتين مشهوره دي. تقعد تنقط كده تنزل تضيع الفانجس بالكامل تلاقي لسانك ابيض. هو ده اسمه فانجس. اول ما الاميونتي تقل يبتدي يظهر فطر. ده بروتوزون. بروتوزون ده فلاجيليت. ده فانجس فطر. هل الكانديدا البيكنز بس اللي موجوده اليومين دول؟ على فكره احنا اكتشفنا نون البيكنز اللي انت بتعرفه ان في ديبيز. نون البيكنز اوحش ما بتستجيبش العلاج. يعني انا يوم ما ادي علاج العيان الكانديدا وما اختفاش اشك في مين؟ النون البيكنز. طلع ان النون البيكنز دولت نسبتهم 20%. اما دي كام؟ 28. اسمهم ايه بقى؟ واحده اسمها جلابراتا الثانيه اسمها تروبيكالز. دولت مهمين جدا وهنشوف العلاج. اهم حاجه عندي اركز في النون لان كل الناس عارفين انها كانديدا البيكنز. لا ده في نوع اسمه نون البيكنز وما بيحبش الاسيدك ميديا مختلف تماما. اسمها بلابراتا جي ال اي بي ار اي تي اي وتروبيكالز تي ار او بي اي سي اي ال اي اس تروبيكالز. شكل الاورجانيزم هنا عامل زي الكومنتر يبقى بير شيب. انا لسه كاتب اوفويد المهم بيضة يعني. يبقى ده ايه؟ بير شيب. كام فلاجيلي قدام؟ أربعة. بس أنا جه في أكتوبر من زمان يقول لهم كام فلاجيلي قدام وكاتب بقى 2 3 وما يكتبوا ايه؟ 4. ويقولوا لهم في المحاضرة كمان ويفاجئوا. يبقى في ايه؟ 4 فلاجيلي. ليه بق اسمه سايتوستوم. ليه تيل يبقى بيتحرك اسمه سبايك. عامل زي ايه؟ شوكه. يقول لك ليه تيل. ليه ممبرين جميل جدا وهو بيتحرك تلاقيه بيمشي يلزموه بالبحر كده يسموه انديولنت ممبرين. ليه عمود فقري. اكزو ستايل. ودي نيوكلس جواه اسمها بارا بيزال بودي. الصوره دي ما تجيلك اسمها ترايكوموناس. عيدهم تاني. بير شيب. اربعه فلاجيلي قدامي. سايتوستوم اكزوستايل سبايك انجلنت ميمبرين اكزوستايل. قلنا ايه برابيزه ده لازم كاتب حاجه مضايقاني. يقول لك طولها 20 مللي كده يعني وعرضها 10 مللي. دي بتتشاف عرضها يا ريت 2 سم. بتيجي في حمامات السباحه اللي ما تحطش فيها كلور. يعني انت لما تنزل حمام سباحه ومفيش كلور تلاقي جيش كده انت شايفه جاي عليك. حاجه مرعبه كده جيش من الفلاش اللي وانت شايفه ده جايين اهو. كلام هو غالبا غلط. يعني هي مش مليمتر والغريبه مكررها في الكتاب الجديد. يعني هم ما خدوش بالهم
ايه دول 20 مللي وايه ده رعب. انا اشوف الاورجانيزم قدامي بعيني. ما احنا عندنا ده طبعا رقم يا ريت ما تقولش دول لارجر ذان لوكوسايت. ايه دي الصح؟ لارجر ذان لوكوسايت. عرفنا بقى يبقى اسمه ايه؟ عباره عن بير شيب، اربعه فلاجيل، سايتوستوم، اكروستايل، بارابيزا بودي، سبايك، وانجلانت ميمبرين. دي بتتحرك ازاي بقى كده؟ حاجة اسمها جيركي مومنت، يبقى بتتحرك حركة اسمها جيركي مومنت. طلع إن الحركات تعرفك الأورجانيزم. هناخد أورجانيزم بعد حصتين كده بنلف كده. سيفلس، تروبونيما، كوركس كلوب. يعني الحركة تعرفني ده إيه؟ يبقى ده بيتحرك اسمه إيه؟ جيركي. نيجي هنا أهو. جنديدة قلبي كانس صورة برضو عبارة عن عواميد كده. والعواميد دي متقسمة كده اسمها سودو هايفي. يعمل زي ليست سودو طيب وعليها سبورز اهي، يبقى ديت سبورز، وتعمل ريبرودكشن بطريقه اسمها التبرعم. ايه التبرعم ده؟ يطلع بط كده ويكمل ويعمل عمود تاني، يبقى ريبروديوس باي بادنج. بس نان ايه بقى؟ موتايل. تفرق معاك في ايه؟ لما جيلي عيله في العياده والاقي موتايل يبقى مين؟ الكرومونس مش مطايل ليه بقى؟ مش كده عملنا بينهم مقارنه، ما هم دولت اكتر تو انفكشنز بنشوفهم. يبقى ده مطايل ده لا. ده بالنسبه للاورجانيزم، انا قلت احسن معه. احنا قلنا ده كان بير شيب، كان فلاجيل قدام؟ اربعه. سايتوستوم، اكزوستايل، بارابيزال بودي، انجلت ميمبرين، سبايك اللي هو التي. قلنا حركتها ايه؟ جيرك. بس الرقم المكتوب ده احنا قلنا اكبر من لوكوسايت تي. سودو هايفي عليها سبورز، وقلنا ان بريبروديوس باي بادنج ونون موتايل. فرق مهم قوي في الانفستيجيشن، دي موتايل ودي ايه؟ لا. مين فيهم سيكشوال ترانسميتد ديزيز؟ دي لا، مكتوب في كتاب الاسم صريحه صراحه، قال نون سيكشوال. دي ايه؟ سيكشوال. بس بعد ما حد يقول لي الاورجانيزم اهو، ترايكوموناس فاجينالس مونيليال انفكشن، حد يحب يقولهم ما يسمعش ما يقولش نقول ازاي؟ معلش ممكن تقول لنا، بص في الورقه كمان. لا طيب ممكن تقول لنا مونيليا كانديدا شكلها عامل ازاي؟ الاورجانيزم لا شكلها سودو هايبي وفيها بادز بروديوس باي بادي، فيها ايه؟ فيها سبورز. فيها سبورز موتايل. يبقى لازم اقول نون موتايل عشان اعرف الفرق بينها وبين. طب ترى كمان شكلها عامل ازاي؟ هي شكلها بير شيب، فيها انجلانت ميمبرين، اكسستون، اكسستايل قصدي، وليها ماوت، وليها تيب اللي هو سبايك، وموتايل، وفور فلاجيل. فور فلاجيل. الموتايل بتتحرك حاجه اسمها ايه؟ جيل. هتسمع اللي جاي، ما وصلت هتسمع كل بقى عشان ما تسمعش ما تكونش. نيجي بقى على ترايكومونس. ده بيتنقل ازاي؟ سيكشوالي ترانسميتد ديزيز بنسبه 70%. كان اسم بس نون سيكشوال ساعات. ما لسه قايلين ازاي؟ كونتامينيتد. لا ايه بقى؟ كونتامينيتد هاندز وتويلت سيتس وتاولز وكلوزز. يبقى ده نون سيكشوال. ده بقى نون سيكشوال ده كومنسال، عايش في كل الستات. بيقول لك موجود في كل الستات. امتى يقلب ده؟ بيجي واحده فيرجن زي فرزات كده مجبنه كده عامله زي ايه؟ الجبنه، الجبنه القريش البيضه بالملي. قالك نازل عليا حتت جبنه كده، او ده المونيلي ده كومنسال. امتى يقلب باثوجينيك؟ في البري ديسبوزنج فاكتور حاله دلوقتي. يبقى ده ليه بري ديسبوزنج؟ ده لا. يبقى مسالك هي عباره عن ايه؟ تقول له كومنسال في كل الفيميل جينيتال تاك. امتى تقلب باثوجينيك؟ اما الايميونتي ايه؟ تاك. هقول لهم وحد يقولهم لي. يكون زين اللي هم ايه بقى البري ديسبوزنج فاكتورز؟ واحد واثنين ليهم علاقه بتشينج في الاميونتي في الـ في الاسيديتي، يعني البي اتش اتغيرت. ثلاثة حاجه بتزيد، أربعة حاجه بتقل. هخليهم كده واحد احسن بدل ما اطلق. واحد اثنين ثلاثة أربعة، صارلهم كتير اسم بطريقه غبيه. تشينج في الاسيديتي واحد، حاجه بتزيد اثنين، حاجه بتقل ثلاثة، اخر حاجه تشينج في المايكروبيولوجي بتاع الفاجينا، فاجينال مايكروبيولوجي. واطلع منهم بقى الاسباب، لانه كاتبينهم بطريقه غبيه، وده سؤال تحليل بيجي اصلا.
predisposing factors of menorrhea. تغيير الـ pH بتاع الفجينة ايه؟ موضوعين. حامل اسأل الحوامل كده الافرازات اللي عندكم ايه تقول لك كده؟ تقول لك منيلة كلها بيضة مفيش واحدة حامل غير لما تجدها اللي عامزة الجبنة دي. ده لازم في الحمل لان بيحصل ايه في الـ pH بتتغير وهي بتحب على فكرة الاسيد دي يعني كل لما تزيد الاسيد دي كل لما تظهر. حاجة تانية oral contraceptive pills مع الحبوب مانع الحمل عبارة عن استروجين ايه؟ زي الحمل بالظبط. يبقى الاثنين دول ليهم علاقه في التشينج في البي اتش. حاجه بتزيد مويستشر وهيوميديتي. هو ايه اللي بيزود المويستشر والهيوميديتي؟ يعني هتلاقي معاها ظهر رطوبه بتلاقيها منين؟ قال لك بتلبس حاجات ضيقه تايت كلوزز دي جالها منيل او نايلون اندر ويرز. افتكر العلاج ايه كاتبين كتاب الاسم في الاخر؟ ها لوز كلوزز وكوتون اندر. يبقى النايل اندر لوحدها ديب منيلي. نيجي التلاته حاجه تقل زي ايه؟ اميونيتي. ايه الحاجات اللي بتقلل الاميونيتي؟ اهي حمل. في بعض الامراض زي السكر، السكر ده فظيع لان السكر فيه بروريتس فالفيز كنت فاهم اللي هو تي سيل ديسفانكشن. ايدز ده بيقلل الاميونيتي. او بقى برولونجد ولازم كلمه برولونجد ستيرويد ثيرابي كورتيزون. اللي بياخدوا كورتيزون فور لايف يعني بياخدوا سنتين ثلاثه الاميونتي بتاعتهم اخبارها ايه؟ الارض. بس ما تقوليش شهر، لازم اقول برولونج. اخر واحده تشينج في المايكروبيولوجي اللي هي برولونجد انتي بايوتيك ايه؟ ثيرابي. اللي بياخدوا مضادات حيويه بغباوه بيغيروا المايكروبيولوجي بتاع الفاجينا فيبتدي يطلع ايه؟ منيل. من عندي هما اربع حاجات اللي هسمعهم. العلاج ايه اللي؟ يعني واحده بتاخد حبوب منع الحمل اعمل ايه في العلاج؟ ستوب. واحده عندها السكر كنترول. واحده بتلبس نايلون كلوز سويت تايت كلوز لوز او كوتون اللي هسمعهم. احنا قلنا حاجه بتغير البي اتش اللي هما بريجنانسي وحبوب منع الحمل. حاجه بتزود الماتش والهيوميديتي النايلون كلوز سويت تايت كلوز. امال الاميونيتي حاجه بتقللها pregnancy diabetes AIDS وما تنساش prolonged steroid therapy. اخر حاجه اللي بتغير المايكروبيولوجي بتاع الفاجينا اللي هو مين؟ prolonged antibiotic كتب كيموثيرابي. زين قول لي ايه predisposing factor؟ تقلل الاميونيتي زي بتغير مين؟ الميكروبيولوجي بتاع الفاجينا. لو عندها بريجنسي او ديابيتس او ايدز ده بيقلل ايه؟ وبرولونج حاجه برولونج يوز اوف اميونيتي. لو في كمان بريجنسي حبوب منع الحمل بيعمل ايه في البي اتش؟ ورس الكونسبتيف بيلز ناقص اي واحد بس. يبقى احنا عندنا دول هيكمل. نيجي بقى نشوف بعد كده سؤال. دي بتظهر امتى؟ دي بتعشق الالكالينتي نوعا ما. دي بتعشق الاسيدتي يعني دي بتحب الاسيدتي. الدوره لما بتنزل بتبقى الكراين ولا اسيدتي؟ الكراين. يبقى مين تظهر بعد الدوره؟ دي منتظر قبل الدورة دي. يعني واحدة بسألها في عندي في العادة ولا ايه؟ هي الافرازات دي قبل ولا بعد؟ تفرق. قبل الدورة اشك في منيليا، بعد الدورة اشك في تراكون. يعني دي بوست منسترال ودي بري منسترال. يبقى دي بري منسترال ودي بوست منسترال. فرق تاني سيمتوم. طب الاسم لازم يكتب كلمة اسيمتوماتيك مش دي 25%؟ لكن من 25 ل 50% اسيمتوماتيك. يعني ممكن ما تشتكيش، طب انا اعرف ازاي؟ المهم يعني احنا عايزين نعرف دي السيمتومز بتاعتها ايه ودي السيمتومز بتاعتها ايه؟ الاثنين 3 بيز 1 اس اللي هم ايه؟ لسه قايلهم النهارده بي بين بروريتس فالفي فيريولنت ايه؟ ديسشارج اس سورز. انا هشطب فيريولنت ديسشارج ده واغيره
لان الافرازات هي اللي بتعرفها الديمونيه ولا تراكم. دكتور هاني حسن ده من الناس اللي عندنا شاطره جدا وطيبه جدا، بس لما يسال في الحته دي بيحبها قوي. ليه بقى؟ الافرازات ساعات تبقى تروفي وساعات سكانتي، ساعات ليها ريحه ساعات لا، ساعات فيها هرش. طب انا هفتكر ازاي؟ من اسمها. انا عملتها لك بطريقه علشان لما يقول لك الافرازات دي تروح كاتب تراكمونس او مونيل. كلمه تراي يعني ثلاثة، كلمة مونو واحد، يبقى مين فيهم بروفيوس؟ لا، يبقى دي أول حاجة، يبقى دي بروفيوس، وبالتالي هتبقى ثيمو. يبقى أنت حاول تحفظهم بالشكل اللي هتقوله لك ده. كلمة تراي يعني ثلاثة، يبقى بروفيوس تبقى ثيمو، لأن تطلع بكميات. أمانتي سكانتي هتبقى إيه؟ ثيك، تلاقي الإفرازات نازلة تخينة قوي. تراي فيها ثلاثة كرايتيريا، هنا مش هنا. مونو فيها 1 كرايتيريا، هنا مش هنا. اذا انا عرفت المونو دي يبقى كده هطلع مين؟ التراي. ايه بقى المونو؟ ايه الكرايتيريا اللي في دي اللي عمرك ما هتلاقيها في دي؟ ان العيله بتقعد تهرش رده وتقطع نفسها. ماركت اتشينج دي بتقعد تقول لك مش قادره، بتهرش رده ما تعور نفسها. هنا الاتشينج فظيع، هنا ليت الايه؟ اتشينج. يبقى دي اهم كرايتيريا في التراكونس. وفي سؤال يقول لك المين سيمتوم بتاعت العيانين؟ ماركت اتشنج. ليه بقى؟ جبنه، جبنه لازقه جوه الفاجينا مع الشيشه كده، وبيطلع منها اجزاء بسيطه وبتعمل لها اريتيشن، فبتبتدي ايه؟ تهرش. دي بقى بتطلع بكميات فبتبقى فروثي حقيقي، بتبقى طالعه برغاوي كده من كميات. لو تطلع ما تلاقيها ايه؟ فروثي. الحاجه الثانيه اوفنسيف، الحته دي غير. الحاجه الثالثه معاها يو تي اي، هتعرف ليه؟ ليه دي يو تي اي دي لا؟ عشان مطاري لما بتبقى بتتحرك بتروح للبلاده، يبقى دي يو تي اي. معنى كتاب الاسم كاتب الاثنين يو تي اي، وده غلط. اللي معاها يو تي اي مين؟ دي، لانها مو طاري. الحاجه الاخيره اللون دي جرينش يلو، دي ابيض عامله زي الجبنه، بيسموها كوتج. كوتج يعني جبنه قريش، لا جبنه الدلع دي اسمها ايه؟ كوتج. يعني نازل عليها جبنه قريش اسمها كوتج يا تشيزي. شوف اللي هيسمع دلوقتي هيقول لي ايه؟ اما اقول لك كل تراي كومونس تشارج هتقول ايه؟ تراي بروفيوس تبقى فين؟ ايه الثلاثه كرايتيريا الموجودين؟ فروثي عشان تطلع بالكميات، اوفنسيف ومعها يو تي اي، وليتل اتشنج لازم اقلب دي، وكمان جرينش يلو تشارج. اقلب تفضيل. هتقول لي مونو تبقى سكانتي تبقى ثيك او كوبيز. طيب عندنا ان هو الافرازات بتاعتها بتبقى نوت فروثي نوت اوفنسيف لازم اقول دي، وما معهاش يو تي اي، وكمان ماركت اتشنج، ولا تنسى وايلد شيب كوتج. الافرازات دي في منتهى الاهميه بتسيل الشهوه وظننت فيها تنصيبه. ده الدكاتره عندنا حافظينها صم، هي العياده فيها غير ده وده. يعني اي انفكشن بيجي لنا لا ترايكومونس لا مونيليا. حد يحب يقولها وما يسمعش اونكولوجي؟ حسابها بعد 10 دقايق قول. واسمها اللي هي الكوتل اللي انت قلتها او قالهم بس بسرعه. يبقى ده اللي هو بالنسبه لايه؟ اللي هي الترايكومونس. بس انت في الامتحان مش كده طبعا. تقول له تسكيت الرغبه. طيب نيجي بقى بعد كده على ساينز. افحص العينه. ادي العينه بتاعت التراكموس. كان صوره بتيجي زمان لما كان بتيجي سلايد فين؟ في الداتا شو. دلوقتي السلايد بتبقى في ورق بيبقى ابيض واسود، فما بيقدرش يجيب لك دي او دي. احنا عندنا العينه دي الفالفا بتاعتها بيبقى فيها ايه؟ انتوا عارفين ريدنس وايديما واكسكوريشن ايه؟ ماركس. بس هنا كاتبين اكسبريشن ماركس، اسم غريب شويه. كلاسيك ساتلايت ليجن. ليه ساتلايت؟ الاقمار الصناعيه مش عارف شكله عامل ازاي، يعني عامل كده. يعني من كتر الهرش بتلاقي كلاسيك ساتلايت ليجن. يبقى انا هلاقي كلاسيك ساتلايت ليجن. جابها هنا وكتبها في واحده فيهم، مع ان اي واحده بتهرش هيطلع لها الكلاسيك. حسسنا انها ايه؟ سبيسيفيك. معناها طبعا اي واحده هتهرش. طبعا انا الاهم الاقيها هنا ولا هنا؟ هنا، هنا الهرش اكتر. يعني انا ممكن الاثنين الاقيهم كلاسيك سطر عشان ما تتعبش من الاسم. اي واحده بتهرش بيجي لها الشكل ده.
العانة دي بينزل عليها إفرازات. الدكتور سمعها كانت ايه؟ ليه؟ كانت بروفيوز تبقى تين. كان ثلاثة حاجات هنا مش هنا، فروتي وأوفنسيف وإيه معاها يوتي آر. كان ليتل إتشي لونها جرينش. نفس الكلام هنا برضو، هلاقي الإفرازات بس هتعكس، هيبقى هنا إيه؟ سكانتي فاتيك ماركت إتشي نوت أوفنسيف نوت فروتي نو يوتي آي. وما تنساش لونها إيه؟ أبيض. نيجي بقى نتفرج بالمنظار، هلاقي هنا نقط لونها أحمر، ده عبارة عن إيه؟ ريد هيموراجيك سبوتس وفي عنق الرحم برضه. راحوا سميناها زي الفراولة بيسموها ستروبري فاجاينا. طب أما يبقى في عنق الرحم أسميها إيه برضه؟ ستروبري سيرفس. الحمد لله نكتب الاسم، كتب الاتنين زي بعض. عارف ليه؟ كان زمان كاتب ده ستروبري ده مربوط قراصها فلي بيتل، طب ما هو نفس الشكل. فطبعا الحمد لله الاثنين فراوله، يبقى ما تنساش الفاجينا ستروبري والسيرفكس ايه برضه ستروبري. في ناس بيقولوا عليها فاجينا الميسز حمى. المهم يعني لما الاقي نقط حمراء تبقى تراكم، اما الاقي بطش جبن قريش مع الشيشه جوه العينه حاجه تقرف. ها لما تيجي تحط المنظار تلاقي حاجات لازقه كده في الفاجينا بتاعتها، وايه عشان كده بتطلع ايه؟ سكانتي كله جوه. العانه دي عندها وايت بليكس ادهرن عشان كده بتهرش تو فاجينال وول بليدز اون ريموف. حاول بس تشد واحده فيهم تنزف لازقه. شوف يعني لازقه لدرجه ان انت ما تمسك مرقاط وتحاول ترفع واحده فيهم لا تنزف. يبقى انا عندي وايت بليكس ادهرن تو ذا فاجينا. ليه؟ الاهمال. واحده عندها انفكشن ما بتاخدش، الانفكشن بيرعر على فكره، ده بيزيد يبتدي يعمل عيشه جوه. انسى ان انت تعرف تعالج، حتى زادت عليك ما بيستجبش. يبقى دي ستروبري سيرفكس فاجينا ودي وايت بليكس ادهرن اور ريموفال بليدز اون ايه ريموف. نيجي للانفستيجيشن. الاثنين هعمل فيهم ايه؟ لا اول حاجه سمير مسح هاخدها من الافرازات بتاعتها، ولا اجيب سلايد كده عندي في العياده واحط نقطه افرازات اللي هو ديستشارج واحط عليه نقطه سلايم اللي هو محلول ايه؟ ملح. حد يقول لي مين فيهم بتتحرك واحنا نستفهم؟ انا احط نقطه سلايم واتحرك، لقيت حاجه بتتحرك قدامي ما هي؟ يبقى دي مونتايم. لقيت حاجه ما بتتحركش تبقى دي. حد يقول لي ليه ما حطيتش ستين اشوفها ملونه وبتتحرك؟ يعني كنت حطيت الستين اللي هي بقى جميله ملونه كده في لاجريت وتتحرك قدامي. يعني على فكره الستين بتقتل الاورجانيزم فتوقف الحركه. يبقى انا ليه حطيت سلاين الاول؟ عشان اتاكد من الحركه واستفيد منها. وانسى حطيت ستين الاورجانيزم بيموت فما بيتحركش. الستين بقى هنا ايه؟ احط هنا ليشمان ستين وهنا التيرب ستين الايه؟ الرسمه بتاعت الفلاجريت. وهنا هحط ميثيلين ايه؟ بلو. اللي عايز يعرف الحقيقه بقى بنجيب حبر. عارف الحبر عادي انكرا وروح دلقه على الاستشار ازرق وهشوف هنا الشكل اللي انتوا شفتوه النهارده وهنا ولا ليش ولا الكلام ده. يعني مش لازم اغير حتى الاستنيه، شويه حبر يترموا وخلاص. بيسموا ايه بقى الدس ده؟ وجه في كليه الطب بنها السؤال ده تحريري، اسمه ويت فيلم. اسمه كده. يعني ايه ويت فيلم؟ يعني انت بتروح واخد نقطه افرازات وتحط عليها نقطه سلايم كان حطيت عليها ميه يعني واتفرجت عليه وكتب بقى ويت فيلم انجاينا. ده مجانين هناك ويقعد بقى يدور في كل موضوع حط فين سلاين على الافرازات. طبعا الكلام ده لسه ما وصلنالوش يعني. يبقى احنا عندنا ويت فيلم ان انا باخد عينه من الافرازات وعينه من الايه؟ السلاين واحطها واتفرج على المهم. هل محتاجه الكالشر دي؟ قالوا لا. يبقى دي رقم اثنين كالشر. خدته زمان في البكتيريا نوعين من الكالشر، حاجه اسمها اجار، حاجات بتخلي الواحد يرجع كده. بلوك اجار وشوكلت اجار اجار رقم حاجه فظيعه. المهم الاطباق دي اسمها انريتشد ميديوم. يعني ايه انريتشد؟ تعيش جميع انواع الاورجانيزم. لا انا عايز حاجه اسمها سيلكتيف. عارف حد يعني ايه كلمه سيلكتيف؟ يعني تموت كله وتعيش لي تراكمز، تموت كله وتعيش لي. يبقى انا يوم الكالتشر ما هستخدمها، استخدمها انريتشد ولا سيلكتيف؟ سيلكتيف. هل اسماء الكالتشر عليا؟ لا مش دغري. يعني عندك ديت لا سابارو كوفر برج ويتنجتون الحمد لله كتب اسم كتب ايه؟ سيلكتيف كالتشر نوت يوزد هنا مش محتاجينها. هنا بقى
بستخدمها في حالة واحدة الـ resistant cases. حد يعرف ليه؟ لا عشان اتأكد دي قلبي كانت ولا نون قلبي. يبقى انا عندي في الـ resistant cases لازم اعمل هنا كاتش. هنا بيقول لك not use، مش محتاجة، انت الأورجانيزم هتشوفه واضح. هنا اذا انت شفتها ممكن تكون نون قلبي كانت، فاحتاج لمين اذا ما استجابتش؟ ليه الكالش؟ هل اسماء الكالش عليا؟ لا، انا عليا اسماء سيلكتن بي اتش. بي اتش مين بتحب اسيدك قلنا؟ دي مين بتحب الكالينتي؟ دي مش الكالينتي قوي يعني، بيبقى ايه؟ الاسيد بتاعتها لو اسمها نيتراسين بيبر تيست، خدناها فين؟ ورقة عباد الشريف. خدنا كده وحطيناها عشان نشوف ده الكلاين ولا بريماتشور رابشر اوف ميمري. كنت عايز افرق بين الافرازات والرابشر اوف ميمري. النيتروزين بيبر تيست ده بتحط في الافرازات وتشوف البي اتش. هنا هتفكر اول رقم في الحصه في البي اتش كان كام؟ اللي هو البي اتش بتاع المجال بعد البيبر 3.8 ل 4.5. هنا بقى اقل من 4.5 عشان بنحب الايه؟ اساسي ما تخليهاش 4.5، اعملها كتاب جديد كاتب اقل من 4.5. طب ودي؟ ديت من 5 الى 6. هتقولي طب ده مش الكلاين بس ايه؟ لو اسيد. يعني دي تحب تظهر من 5 ل 6، دي اقل من 4.5. جمله اخيره في التراكوناس اسمها باب سمير، ده سمعناها فين؟ كانسر سيرفكس. معرفش ايه علاقته بحصه النهارده. يقول لك وانت بتعمل باب سمير لكانسر سيرفكس هتكتشف دي بنسبه عاليه جدا سنسيتيفيتي حوالي 60%، خلاص؟ لان انت هتشوف التراكوناس عشان ده سيكشوال ايه؟ ايه علاقته بقى بالكانسر سيرفكس ما تفهمش، خلاص؟ يعني انت وانت بالصدفه عشان تديكت هيومن بابيلوما رحت اكتشفت مين؟ يبقى انا عندي باب سمير ان كانسر سيرفكس سنسيتيفيتي انه يلاقي التراكوناس بنسبه 60%. طبعا جمله ملهاش اي معنى وبعد اذنك ما تكتبهاش خالص في الامتحان. اما 60 ولا 80 مكتوب على حاجه تقل ولا لها قيمه. نعم. امتى؟ في الريزيستنت كيسز فقط. اخر بقى حاجه التريتمنت، ودي في الورقه اللي انتوا داخلين بيها، وتشطب كل التريتمنت اللي عندنا في المذكره. هو التريتمنت دكتور خالد رشيد عمله جديد جدا في الكتاب الجديد اسمه سي دي سي ريجيمنت. اشطب التريتمنت اللي عندك. هقول دول سمعتوهم هسمعوكمش، اللي هم دول. سي دي سي للمونيليا ايه والترايكومونس ايه؟ ناخد الاول الترايكومونس. بيقول لك عالج الزوج والزوجه ليه؟ يعني انت ليه مش هتعالج الزوجه بس في الترايكومونس؟ لانها سيكشوالي ممكن هو يبعت لها كمان. فلازم في العياده بعالج الاثنين. بيقولوا سي دي سي اللي هو ايه اختصار ايه؟ سنترز فور ديزيز كنترول عملوا ريجيم لازم تمشوا عليه. الكلام بقى وهمي بقى. هدي العائلة دي حاجة هي وجوزها. لا اما مترونيدازول انتوا بتحبوه، مترونيدازول اللي هو اسمه ايه؟ فلاجيل 2 جرام سنجل دوز. ده موجود في السوق 4 طلاس اللي عندك تبلعهم مرة واحدة. كل غرز 500 مللي، يبقى مجموعهم كام؟ 2. يبقى العائلة هتاخد ايه؟ 2 جرام سنجل دوز اورالي. وكده تبقى فاتت. طيب برضه الزوج هيحب قوي مترونيدازول، او ممكن اديله كمان تيني دازول. الاثنين دولت نفس الفكره، 2 جرام سنجل دوز اورال. اسمه في السوق بروتوزول او فاسيجين، عباره عن علبه كده فايزر عاملاها 4 اقراص تبلعهم مره واحده وخلصت. هل العيله هتقتنع بدي؟ قال لك جوزي خد 4 وانا زيه؟ ده انا اللي عندي التنميه. كمل. هو ده ما بتقتنعش العيله، تكون قاعده قدامك تقول ده انا زميلتي كان بتروح الدكتور ده كل يوم بصين وده قعدت تبلبع تبقى. انا حضرتك 4 طراز هفوق وتلاقي جوزها فرحان ليه؟ لان جوزها مش عايز ياخد علاج. تيجي تقول له خد، يقول لك اخد ليه؟ هيجي لك يقول لك ابلع، هيروح بالع على طول. انا بهدده انه هيتعدي منها. يبقى الزوج والزوجه هيبلعوا 4 طراز كل واحد فيهم مره واحده. اذا ما اقتنعتش هقول لك. نيجي على اثناء الحمل during pregnancy. هل ينفع مترونيدازول في الحمل؟ فلاجيل هل ينفع لواحده حامل؟ قال لك ما ينفعش في الفيرست ترايمستر. احنا بنخاف ليه في الفيرست ترايمستر؟ اورجانوجينيسيس بتاع البيبي مالهاش لازمه. يبقى ممكن استخدمه افتر فيرست ترايمستر.
السؤال الاخير، طب نفترض في ريكرنت كيسز او ريزيستنت كيسز، العينة دايما لما هتاخد تحت الجرعه تقول لك كل حاجه زي ما هي، انت اديتني اربع دراس مره واحده، في الحاله دي هتحاول تشوف كده هل حملها افرازات ولا لا، اذا ما لقيتش هاتين مترونيدازول، هو ده اللي بنحبه السوفلاجيل، مترونيدازول 500 مللي جرام توايس ديلي فور 1 ويك، تقول لك ايوه كده قرص مرتين في اليوم لمده اسبوع ايوه يجيبوا نتيجه، مش قبل اربعه على فكره والله ده نفس التاثير ده، بس هي مشكله الستات ما بتقتنعش، تيجي تقول لك هو ما عندوش ياخد اربعه، طب انا عندي اخد كام؟ لا تاخدي بقى 14 اهو 14 اهو، انا في ساعات بصراحه ما بتديش ده على طول، ده وده على طول، يعني جوز اربعه وهي ايه؟ الكرسي ده عشان تقتنع، تقول لك الراجل ده فين؟ يبقى احنا عندنا العلاج اللي هيسمعه مترونيدازول لاتينيدازول 2 جرام 4 اقراص اورال دوز سنجل مره واحده، او ان انا ادي للعيانه ايه قلنا 500 مللي جرام قرص مرتين في اليوم لمده اسبوع، اذا كانت حامل ما ينفعش في اقل ترايمستر تفاز. ناخد بقى المونيليا، المونيليا بقى ادويتها برضه اللي عاملها سي دي سي سنه كام؟ 2010، ليه مش 15؟ ما اعرفش 2010، قالوا ايه بقى؟ في هنا البوز بقى انترافاجينال، في اورال، هنقول امتى نستخدم الاورال ده؟ حامل اعمل ايه؟ طب ريكارن كيس اعمل ايه؟ دي تيجي طبعا تحليل، يبقى المونيليا اطول شويه، الانترافاجينال ده البوز او كريم، اسمائهم كلهم ليهم جروب كده اسمه اميدازول جروب، اسمه ايه؟ اميدازول جروب، كلهم اخرهم زول زول زول، وكاتبين كم في كتاب الاسم، اول واحد اسمه بيوتا كونازول، ده اللي هيسمع، اول واحد اسمه ايه؟ بيوتا كونازول، كلوتريمازول، ميكونازول، تايوكونازول، ديكونازول، تخيل بقى لازم اعرفهم بيتاخدوا ازاي، بس دوز مش عايز ارقام حتوه واحد في كده، يبقى عندي اول ثلاثه اخدهم كريم، انا بتحط كريم كده لوكال اللي هو بيوتاكونازول، ده لوكال مكتوبين في الكتاب القديم، كلوتريمازول ومايكونازول، اما الطايو افتكر او اي اقلبها تبقى اوينتمنت، ما هعمل ايه؟ هو بيقص في فرق بين مرهم وكريم، يبقى الاوينتمنت اسمه تايوكونازول، الوحيد اللي هو اسمه تيركو ده اللي هيتاخد فاجينال بيساري، يعني ايه؟ لبوس مهبلي. والله عايز تحفظ مثال واحد من دول انا معاك، ليه بقى؟ لانه في اكتر من كده، يعني في انواع كتيره جدا، واحنا مش حافظين غير اسماء تجاريه مش اسماء علميه. فانت تعرف ان اخرهم دول اميدازول ايه ونخلص. جروب، يعني هو كاتبينهم مش معرفك ان هم في جروب كده قوي جدا بيقتل الفنجس اسمه اميدازول جروب. امال اذا كانت اورال بقى؟ حتى يعرف انت ادي اورال يعني ما ينفعش فاجينال، لو كانت فيرجن واحده فيرجن تديها لوكال تتجوزها خلاص، يبقى انت هتديها ايه؟ اورال. راجل ايه رايك؟ اه طبعا يبقى هتديله او ايه انتولرانس تو لوكال، يعني واحد تقول لك مش هحط اللي بوز ما بعرفش، هي حر، يعني انا عندي الاورال ده بيتاخد في ستات معينه او راجل اذا كنت حاجه انت هتعرف ايه ده ممكن ينقلها، يعني هو ينقل بس مش سيكشوال، يعني ممكن يتريجر يعني يخلي الكومنسه تقلب ايه، تعالجه هو. نيجي للاورال، هو دواء واحد كاتبينه في كتاب الاسم فلو كونازول، وده لازم اتحفظ، اللي عايز يعرف اسمه في السوق اسمه داي فلو كان دي اي اف ال يو سي ان، كبسوله واحده اورال ب 29 جنيه ونص، هي علبه كده كبيره فايزر عاملاها كبسوله واحده، تعالى تبلعها كده مره سنجل اورال 150 مللي جرام، هل العيله الايديوكيتد تنبسط من دي؟ النون ايديوكيتد يعني واحده جايه لك جهله قلت لها خدي الكبسوله دي 30 جنيه، تقول لك ليه ده هبايه دي ولا ها؟ وانا هبلعها النهارده طب وبكره تعمل ايه؟ اقول لها حضرتك بتشتغل 10 ايام واذا تكرر البلع واحده ثانيه ده جميل جدا قوي جدا، ده هي كبسوله اورال تخلص، واحده حماره بقى لقوا الدواء في كتاب الاسم اسمه كيتوكونازول،
ده كان بيتاخد بقى ايه؟ قرص مرتين في اليوم لمده 10 ايام. تقول لك ايوه كده، تقعد تهرج بقى لانه بيعمل ايه؟ فلورايدز. يعني انا قصدي احلى علاج ده، طب الاسم ما كتبش غير ده جديد، اسمه ايه؟ فلوكونازول او داي فلوكان. حامل بقى تستخدم اورال ولا لوكال؟ لوكال طبعا، احنا مش عايزين اورال للبيبي خالص. يبقى اللي سيف اثناء الحمل هو مين؟ انترا فاجينال. السؤال الاخير بقى، واحده عندها ريكارنت مونيليا وده عايزين نعالجه، تفتكر عالجه ازاي؟ هتعرف ايه اول حاجه افكر فيها؟ واحده قالت لي اكسكلود دايابيتس، عايز اكتبه في المذكره وحر، عايز اكتبه في ظهر الورق ده وحر، اكسكلود دايابيتس ستوب اورال كونتراسيبتيف ايه؟ بيلز. حد يعرف ليه؟ واحده بتاخد حبوب منع الحمل، ده جابوه في اكتوبر حالا، قال لك واحده بتاخد حبوب منع الحمل وعندها مونيليا، ايه الفيرست لاين؟ قول له ايه؟ ستوب اورال كونتراسيبتيف بيلز. العيانه دي هتلبس ايه؟ لوز كلوذز وكوتون اندر وير. الحاجه اللي بعدها هعالج اورال، هدي اورال ولوكال مع بعض، حد يعرف ليه؟ اورال ولوكال يعني من فوق ومن تحت، اذا لقيتها ريزيستنت. الخوف اللي يكون عندها انتستاينال ايه؟ مونيليا، وهي دي اللي بتبعت لده. يبقى انا هدي اورال ولوكال اذا كان ريزيستنت، اعالج جزء تريت ميل بارتنر اورال ولا لوكال؟ اورال طبعا. في الاخر اكسكلود نون ايه؟ البيكنز. صراحة هحكي لكم قصة عشان ما تنساهاش عمرك على النون البيكنز دي، كانت أول علاقة أعرف إن في حاجة اسمها نون البيكنز أصلاً قبل ما تتكتب. اللي حصل جات لي عيانة أنا فاكرها كانت يعني مرات مدير مستشفى كنت شغال فيه. حملت أول مرة ولدت عادي خالص، تاني مرة جت تحمل لا يمكن، عندها إنفكشن فظيع. المهم اديتها كل حاجة، اديتها مايكوفان، حاجات كتير قوي في السوق. إيه إنها تجيب نتيجة؟ ففي الآخر قلت لها إيه؟ عشش، ببص على عشش منيلة. رحت قلت لها طب إحنا هناخد إيه سواد؟ ونبعتها لمعمل البرج. المهم رحت عملت ايه؟ حقيقي سواب وحطيتها في الانبوبه كده وبعتها لك. اتصل بيا حد من هناك وقال لي على فكره العيانه اللي انت بعتها لك اللي بعتها لي دي نوع من المونيليا ما بيستحملش الاسيديتي عكس ده اللي هي النون البيكاس، بس ما قاليش نون البيكاس، قال لي ده نوع سترينج دي لازم تقتله بالايه؟ بالحمض. قال له طب اعمل ايه؟ قال لي عليك بالخل. قلت له خل ايه؟ قال لي هتجيب لتر ميه دافي اول ما وتحط عليه نقطتين خل وتتشطب بيه هتختفي تمام. حتى اقول هقول للعيال خل برضه يعني شكله هيبقى وحش جدا، يعني انت سايب الادويه وتعالى نعمل خل ويلا. المهم العيانه جت لي قلت لها بص انا ما بقولش هو اللي بيقول خلاص، ان حضرتك عندك نوع معين مش هيختفي غير بالخل، الحل هو الخل. المهم راح جابت نقطتين وحطيتهم عليه الميه دافيه ساحب، العيانه تقول لي اختفت حقيقي العيانه نط العشش اختفى، ومن ساعتها الحل هو انتوا مش واخدين خل غير ها بنستخدمه في كل العيادات، لو كله حاطط في شنطته خل. حاجه بقت صعبه طلع النوع الجديد النون البيكنز لا يستجيب الا للخل، يبقى نقطه خل على لتر ميه دافيه نصيحه فظيعه. ما ينفعش مع البيكنز، مع مين بس؟ نون البيكنز. بصي اذا اديتي علاج العيان وما جابش نتيجه اقول لها الخل، والله هيجيب نتيجه فظيعه. ولا انا بقى واثق بقى انا عارف انه ايه هيختفي، يبقى الحل هو بس كان في الانكولوجي كده عايزين، بس احنا سالنا الاربعه خمسه، طيب ناقصنا خمسه، فعايزين حد يتطور يا اما حاطين 100 على الكوربس روتين. في بقى حتتين كده بس هتزودهم معايا، في موضوع اسمه بلاسينتال سايتروفوبلاستيك تيومر، ده ام سي كيو هي مكتوبه كده في الكوليوكارسينوما، هنبهك عليها بس عشان بس ايه الناس اللي بتكتب معايا. نعم قبل ما نمشي، اللي عايز الاوبريشنز بتاعت البرينيال تير هقولها دلوقتي، اللي هي الاوبريشنز بتاعت البرينيال تير. احنا عندنا هو ايه ده البلاسيبو، اكتب لي عليها ام سي كيو هي، لان بتكتب الاسم الجديد وتزودها عندك في الكوليوكارسينوما. بلاسنتال هما ثلاث جمل بالظبط، بلاسنتال سايت تروفوبلاستيك تيومر، ده ممكن يجيبها لك سؤال ام سي كيو مكتوبه كده مرميه كده في كتاب الاسم، اسمها بلاسنتال سايت تروفوبلاستيك تيومر في الكوريوكارسينوما. اكتبها لي فيها في الاخر. في المهم ده نوع من انواع الكوريوكارسينوما، ده بيقول لك رير تايب او فاريانت اوف كوريوكارسينوما.
يعني ده مش حاجه كومن. الماركر بتاع كولوكارسينوما حد يعرفه؟ اتش سي جي. هنا بقى الماركر اتش بي ال. ايه اتش بي ال ده؟ هيومن بلاسينتا لاكتين. غريب يعني الماركر بتاعها اتش بي ال. احنا قلنا كولوكارسينوما بتستجيب للكيمو ثيرابي، ده ريزيستنت تو كيمو ثيرابي. اخر معلومه ان البيست لاين اوف تريتمنت از هيستريكتومي بس. ده ممكن يجيبها لك ام سي كيو طبعا. فبعد اذنكم تحطوها في كوليوكارسينوما الذاكره اسمها بلاسينتال سايتروفوبلاستيك تيومر. ده رير تايب اوف كوليوكارسينوما. ماركر بتاعه اتش بي ال ريزيستنت تو كيمو ثيرابي. بيست لاين اوف تريتمنت از هيستريكتومي. افتح لي الاوفيريان سويلنجز، افتح لي صفحة الاوفيريان سويلنجز. نعم. هيومن بلاسينتال لاكتيجين، دخلناها في السكر، اسمه هيومن بلاسينتال لاكتيجين. افتح لي الاوفيريان سويلنجز صفحة كام؟ الاوفيريان تيومر 49. كلاسيفيكيشن اوف اوفيريان سويلنج، احنا خدناهم بس اساميهم وتجميعتها لسه. الاوفيريان سويلنج كان الله يرحمه الدكتور طلعت عبد الهادي بيعشق السويلنج. دكتورة موجة بتسألك في الامتحان قلت لها بيناين ومالينا تحت الرقم. اوعى تقول بيناين ومالينا. اول ما اقول لك كلمة سويلنج بتقسمها نون نيوبلاستيك ونيوبلاستيك. ايوه اسمها اوفيريان سويلنج اللي هي مكتوبة عندكم في صفحة 49 تحت حتة كده صغيرة ما تخافش. الاوفيريان سويلنج عندنا نون نيوبلاستيك ونيوبلاستيك بي 9 او مالين. شفت التقسيمه؟ يبقى انا بدايتي لازم تبقى كده. امال النون نيوبلاستيك بقى؟ النون نيوبلاستيك دي هقسمها سيستيك وايه؟ وسوليد. الحمد لله السوليد مش عليكم. عليكم سيستيك بس. اللي هم الفانكشنال سيستس. حد يملهم لي؟ فوليكولار كوربس لوتيم فيكال لوتيم. تاني حاجة بي سي او يعتبر من انواع السيستيك. على فكرة السيستيك نون بلاستيك اللي هو بوليسيستيك اوفري. اللي بعده اندوميتريوزس كان بيعمل كيس شوكولاتة اسمه شوكليت سيست. تيوبو اوفريان سيست. تيوبو اوفريان ابسس. وناخد الانفكشن الحصة الجاية. تيوبو اوفريان سيست. تيوبو اوفريان ابسس. هيدهم تاني. فانكشنال سيست. فوليكولار كوربس لوتيم فيكال لوتيم بي سي او اندوميتريوزس تيوب اوفيريان سيست تيوب اوفيريان ايه؟ نفس. ناقص واحده حبها دكتوره موجه في الشهر اسمها جيرمينال انكلوجن سيست. ودي استناها قوي مع انها ما لهاش اي قيمه. السيست دي هقول لك عليها اسمها ايه؟ جيرمينال انكلوجن سيست. دي عباره عن ايه جيرمينال انكلوجن سيست دي؟ فاكر لما كنا بنقول في حاجه اسمها جيرمينال ايه هنا؟ بيتيليوم. وكل شهر بيحصل تبويض اللي هو ايه؟ اوفيليشن. فبيقولوا في مره من المرات اما حصل اوفيليشن حصل انفاجينيشن للجيرمينال ايه؟ ابيتيليوم. فعمل كيس او كيس ده سموه جيرمينال انكلوجن. هل بيقلب مالجنت؟ لا. طب ايه فايدته؟ قال لك يوم ما الابيتيليوم تيومر يقرر يطلع يطلع فيه. يعني دلوقتي اللي جاي معانا دي ابيتيليوم تيومر تطلع في السيست اكتر ما تطلع على السيل. يبقى يكتبها بقى ليه اللي عايز يكتبها؟ جت due to invagination of germinal epithelium during ovulation. يعني دي موجوده في كل الستات. يعني اي ست هتلاقي فيها دي اسمها due to invagination of germinal epithelium during ovulation. دي بتبقى no not turning malignancy. تبقى كويسه انت يعني هاتي ما بتقلبش مالجنه. بس الابيثيليال تيومر ريفير تو ارايز فروم ذيس سيست. يعني الابيثيليال تيومر يوم ما تقرر بتفضل تطلع من الكيس ده. يبقى تاني يبقى انا عندي ديو تو انفاجينيشن اوف جيرمن الابيثيليوم ديورينج اوفيليشن ونوت تيرنينج مالجنسي ما تخافش منها خالص. بس يوم ما الابيثيليال تيومر تقرر تطلع هتطلع في السيست دي بدل ما تطلع من اي حته ثانيه. فده اللي هو السؤال اللي بقول لك تجميعه اللي هو ايه اسمهم اوفيريان سويلنجز.
ان شاء الله اللي عايز العمليه، مين اللي عايز العمليات بتاعت 1 2 3 4 5 بكره الصبح ولا الظهر بس يعني.